السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني ويسعدني أنا محدثكم عدنان قلعجي أن أكون معكم في أسبوع الثقافة الإعلامية الموسم الثاني، وأحييكم في اليوم الرابع والختامي لهذا الأسبوع، أسبوع الثقافة الإعلامية، والذي أمضينا خلاله أياما مليئة بالعلم والمعرفة. اليوم نختتم فعالياتنا بمحاضرتين قيمتين تتناولان قضايا حيوية في عالمنا الرقمي. المحاضرة الأولى بعنوان الجيل الرقمي بين المحتوى الهابط والمحتوى الجاد، ستبحث في التحديات التي تواجه الشباب في الفضاء الإلكتروني وكيفية التمييز بين المحتويات المفيدة والضارة. وهذا النقاش أو هذه المحاضرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاختيار الحكيم للمحتوى. أما المحاضرة الثانية فهي تحت عنوان التنمر والإعلام الرقمي، قراءة تشريعية. ستركز على الجوانب الإعلامية المتعلقة بالتنمر الإلكتروني وكيف يمكن للإعلام أن يساعد في حماية الأفراد. أحبتنا الحضور، نشكركم على حضوركم وتفاعلكم خلال أسبوعنا أسبوع الثقافة الإعلامية، والذي كان بالتعاون بين منصة أريد العلمية وجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية. نأمل أن نستفاد من هذه المحاضرات والورش، سائلين الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نبدأ أحبتنا الكرام على بركة الله مع سعادة الدكتورة وفاق حافظ. والدكتورة وفاق حافظ هي تخصص إعلام رقمي، حصلت على شهادة الماستر عام 2001 والدكتوراه في عام 2006، وهي عضو ممارس في نقابة الصحفيين وعضو نقابة الأكاديميين العراقيين، وكذلك عضو في منصة أريد العلمية، وعضو في مجلس قسم الصحافة كلية الإعلام الجامعة العراقية، وكذلك اللجنة العلمية لعدة سنوات وإلى الآن، وكذلك هي عضو لجان ضمان الجودة الوطنية والإرشاد التربوي. ولدى الدكتورة العديد من البحوث والدراسات والأوراق البحثية تخص الإعلام الرقمي، منها ما هو متوفر على شبكة الإنترنت والآخر قيد النشر. وكذلك للدكتورة مشاركات داخلية وخارجية في دورات وورش ومؤتمرات، وحاصلة على العديد من شهادات الشكر والتقدير والمشاركة المحلية والعربية والدولية. وهي الآن تعمل لدى قسم الصحافة في كلية الإعلام الجامعة العراقية. نسأل الله أن ينفع بكم سعادة الدكتورة ولكم الصلاحية كاملة، فتفضلي مشكورة مأجورة. تسلم، شكرا جزيلا، شكرا شكرا دكتورة، جزيلا الله أخي يخليك. العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى وعليكم أنه السلام. يكون الصوت واضح. نعم دكتورة، واضح إن شاء شكرا الله. جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا على التقديم. شكرا للحضور اللي موجودين عندنا على الميتينج. بصراحة أنا جدا سعيدة أنه أكون ضمن نخبة من الأساتذة الأعزاء في أسبوع الثقافة الإعلامية لمنصة أريد. سبق وأن شاركت في أسبوع الثقافة الأول. محاضرتي اليوم حتكون عن موضوع جدا مهم، أنا أعتبره مهم صراحة لمجتمعاتنا العربية والمجتمع الإسلامي بشكل عام. حنتحدث به على المحتوى الهابط أو المحتوى السطحي وانعكاسه على الجيل الجديد على مجتمعاتنا، وكيف ممكن إنه هذا المضمون أو المحتوى يغير من قيم وعادات المجتمع شيئا فشيئا. إن شاء الله نبدي المحاضرة، بس أسوي شير للسكرين.
واضح. العفو دكتور يمك. لا دكتورة بعد ما ظهر راح اه أسوي عن تمام. ستوب للشاشة، وحضرتك تشارك الشاشة دكتور. موجود هسه لو لا؟ لا ما ظهر إلى الآن. من الآن ما موجود. إي نعم دكتورة، سوي مشاركة جديدة للشاشة، سوي شيء. إي نعم اه بدأ الآن بالضبط. موجود هسه. اوكي تمام. نعم الآن على ظاهر. صفحات الـ على صفحة الباوربوينت، اه الشاشة الكبيرة بعد ما هسه ظهر. الشاشة ما ظهر. انا عندي ظاهر. لازم تسوين مشاركة، العفو دكتورة، بس للشاشة الكبيرة أو للشاشة كاملة. هسه حرجع اسوي. اوكي تمام. ها خلاص. أي نعم دكتورة واضحة، على اه بركة تمام. الله، تفضل. على بركة الله. بركة الله. اليوم المحاضرة مالتنا مثل ما قلت على المحتوى الهابط والمحتوى الجاد وتأثيره على المجتمع وخاصة الجيل الرقمي. حبدأ بمقولة جدا عجبتني صراحة، وأبدأ من عندها من خلال المحاضرة مالتي. المقولة تظهر أمامكم لروائي إسباني كارلوس زافون، يقول بأنه إن العالم لم يفنى بسبب قنبلة نووية كما تقول الصحف، بل بسبب الابتذال والإفراط في التفاهة التي ستحول الواقع إلى نكتة سخيفة. صراحة أنا هاي المقولة كلش عجبتني وحتى حفظتها من زمان. يعني عندي إلها تأثير جدا قوي يعني وبليغة. يعني إحنا لو هسه نشوفها ونقراها ونتمعن بيها هنشوف إنه قنبلة نووية ممكن إنه تفني منطقة معينة، تفني مو مثل ما تعمله وسائل الإعلام. وسائل الإعلام لها تأثير جدا كبير على المجتمعات وعلى أبناء هذه المجتمعات، على قيمهم، عاداتهم، تقاليدهم. لهذا كانت أنا أعتبر إنه هاي المحاضرة صراحة مهمة. ومثل ما تلاحظون إنه يعني سبب الابتذال والإفراط في التفاهة قد يحول المجتمع مالتنا إلى نكتة سخيفة، إلى مجتمع جدا سطحي ما له أي اهتمامات. لهذا هي هاي المحاضرة مالتنا أنا أعتبرها جدا مهمة. نبدي بأنه مثل ما تلاحظ يعني تعرفون حضاراتكم إنه من هم الجيل الرقمي؟ هو الجيل اللي احنا نسميه جيل زد، دائما يكون حديثين في أعمارهم، بعدهم مراهقين شباب في نهاية القرن الماضي بداية القرن الحالي. هم اللي تعلموا استخدموا الإنترنت وبدوا من سن مبكرة إنه يتعاملون مع شبكة الإنترنت من طفولتهم لحد ما هسه أكثرهم هم شباب. يتكيفوا مع هذه التكنولوجيا وأصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتهم. أصبح لها أهمية. تفاعلهم في المواقع التواصل الاجتماعي يكون جزء كبير، يكون جزء كبير من حياتهم الاجتماعية وله تأثيرات جدا كبيرة. وإحنا أثبتناه بكثير من بحوثنا الإعلامية كيف إنه هذه المضامين تأثر على حياة الشباب والمراهقين، حياتهم الاجتماعية، سواء من تصرفاتهم، سلوكهم، قيمهم، مبادئهم. أكثر شيء إنه هاي الشباب تتوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من المواقع الأخرى، حتى أكثر من المواقع الإعلامية. لهذا هو تأثيرهم بهذه المواقع يكون أبلغ صراحة. هذا الجيل إحنا ركزنا عليه، أنا ركزت عليه صراحة بمحاضرتي هذا اليوم. وجيل الرقمي أو جيل زد، وكيف إنه انعكاس هذا المحتوى أو المضمون الموجود عندنا بالمواقع وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي كيف إنه انعكاس وتأثير على هذا الجيل.
حنشوف احنا هنا دائما عندنا رأيا صراحة بالإعلام، نقول كل ما نرى ونسمع ونقرأ هو من يحدد ما عليه المجتمع، سواء كان ثقافيا أو معرفيا. الطرف الثاني يقول لا، المستوى الثقافي والمعرفي للمتلقي هو اللي يحدد الرسائل والمضامين الإعلامية، سواء كانت سمعية أو بصرية. هذول الرأيين احنا صراحة كإعلاميين معروفة عندنا بأنه وسائل الإعلام لها تأثيرات، وحسب ما عرفنا ونعرف بأنه ماغلوهان أصلا رأيه بأنه كان أنه النظام الاجتماعي يحدد المضمون اللي تحمله وسائل الإعلام، وبدون فهم الأسلوب اللي تعمل به مقتضيات أو مضامين وسائل الإعلام ما نستطيع أنه نفهم التغيرات داخل المجتمعات، وما نعرف التغيرات الاجتماعية ولا حتى الثقافية اللي تطرأ على المجتمعات، فلازم نشوف المضامين أو الأسلوب اللي تتعامل بوسائل الإعلام. لذا اليوم إحنا من نركز على المحتوى الهابط أو السطحي، يعني في المواقع الإلكترونية وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي إحنا بنركز على محتوى مضمون يطلع عليه كثير من شبابنا هذه الأيام في مجتمعاتنا سواء العربية أو الإسلامية. إحنا بدنا نواجه مشكلة، وهاي المشكلة لابد إنه نضع لها حلول، ونحاول ما نضل مكتوفي الأيدي بأنه نقول لا والله إنه خلص المحتوى الهابط أو المسيء والرديء هو اللي تصدر المشهد وخلص ماكو بعد محتوى جاد. صراحة احنا نعيش بوقت يصدر بالمحتوى الهابط المسيء السطحي في وسائل الإعلام، ونقدر نقول مو فقط مواقع التواصل الاجتماعي أو ما موجود على شبكة الإنترنت، لا حتى أصبح هذا المحتوى يتصدر لربما وسائل الإعلام الأخرى اللي منها القنوات التلفزيونية الإذاعية. صراحة ونشوف نسبة جدا قليلة من المحتوى الجاد النافع اللي ممكن انه يستفاد من عند المتلقي، اللي ممكن انه يغذيه في بعض المعلومات، بعض الحقائق، بعض البيانات اللي ممكن انه هذا المتلقي يستفاد من عندها ويكون له خلفية ثقافية او معرفية. فاليوم احنا امام مشكلة صراحة، واحنا بنشوفها بالجيل اللي موجود عندنا، خاصة انه انا يعني ادرس مثلا في كلية وسنة على سنة دا اشوف الجيل شنو سلوكياته وشنو تصرفاته وكيف دا يتعامل مع هذا المحتوى وكيف دا يتأثر بهكذا محتوى. فالمحتوى اللي احنا دا نشوفه صراحة واللي الشباب اكثر الشباب اللي يلجؤون ويتعرضون لهكذا محتوى دا نشوفهم بكثرة صراحة، اتجاههم اكثر شيء الى محتوى سطحي هابط، عفوا بين قوسين تافه ما له اي معنى، يغذون به يعني نفسهم بهكذا محتوى، يبتعدون عن اي محتوى جاد. قبل ما ندخل بانه كيف تأثير هذا المحتوى صراحة على المجتمع وعلى ابناء المجتمع، وخاصة مثل ما قلت لكم الجيل الجديد اللي هم الجيل الرقمي، خلينا نشوف شنو هو المحتوى الهابط او ممكن انه نحدده بالمحتوى التافه او السطحي. يعني المحتوى الهابط أنا حددته صراحة بأربع أنواع، يعني ممكن إنه أنا أتعرض لمحتوى كوميدي ساخر على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. هذا المحتوى الكوميدي ساخر ما إلى أي معنى، مجرد إنه بس نضحك نقضي وقت ترفيهي، لا ما بي اي هدف مهما كان، مجرد انه يكون ساخر ومضحك. واني بينت انه هو محتوى كوميدي ساخر غير مسؤول وواعي، عادي مجرد للضحك مثل ما نقول لا اكثر ولا اقل. المحتوى اللا اخلاقي
كثير اليوم احنا نشوف محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها، محتويات صراحة تحتوي على كلمات خادشة للحياة، مضامين ممكن انه تتجسد بيها او تحتوي على ايحاءات جنسية او كلمات نابئة وغير محترمة. يعني اليوم احنا كثير نشوف محتوى لنساء او لشباب يتكلمون كلمات خادشة للحياة، تصرفاتهم سلوكياتهم ايحاءات عندهم جنسية، حتى لو كان في الإعلان، صراحة حتى لو في الإعلان هناك محتوى لا أخلاقي. اليوم إحنا بنشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى اللي ممكن تنشر هكذا محتويات كلمات نابئة. ممكن إنه أنا أشوف محتوى وأتعرض إلى محتوى اللي أم تعنف ابنها وتتلفظ ألفاظ سيئة غير جيدة، فهذه من ضمن المحتوى اللا أخلاقي اللي ممكن أنه يوصل للجمهور وممكن أنه صراحة يأثر بهم خاصة شبابنا ومراهقينا. محتوى ينتقد لمجرد الانتقاد، يعني مجرد أنه ينتقد حالة معينة، بس هنا احنا نقول انتقاد وليس نقد ومعالجة. اكو فرق بين الانتقاد وبين النقد والمعالجة. انا ممكن انه اكو مشكلة معينة انتقدها وممكن اترك لها معالجات وحلول معينة، هذا لا بأس به، اوكي هذا محتوى ممكن انه انا اتقبله، لكن مجرد انه انتقاد وهذا الانتقاد هذا المحتوى يكون ردة الفعل أو التفاعل عليه مشاجرات وسب وشتم وقذف وبالتعليقات، بس مجرد أنه أنا أكسب مشاهدات وأصعد هذا المحتوى ترند، لا هذا محتوى غير مقبول. يعني إحنا اليوم نشوف كثير مثلا حتى في البرامج التلفزيونية والإذاعية وما ينشر على شبكة الإنترنت محتوى مجرد أنه يجيب مثلا ضيفين، هاي الضيفين يتعاركون اثنيناتهم بيناتهم شجار في سبيل انه يحصل على تعليقات ويحصل على لايكات او اعجاب ويصعد المنشور مالته وخلاص. يعني هذا محتوى ما بي اي هدف صراحة، هو اصلا خلق هدفه بانه تحقيق مكاسب مشاهدات في سبيل انه يصعد على بقية المحتويات، وهذا ايضا من ضمن المحتوى اللي مجرد انه انتقاد لا اكثر ولا اقل. عندي المحتوى اللي خارج عن المألوف، مرات كثير من المحتويات احنا نشوفها خاصة المراهقين يتعرضون لهكذا محتوى غريب، نسميه غريب ومحتوى جنوني يصل لمستوى الخباثة والحث مرات على العنف مثلا. يعني احنا اليوم كثير من مراهقينا يتعرضون إلى مشاهد مثلا على اليوتيوب، فيديو أو محتوى بأنه شاب يأكل مثلا شيبس كلش حاد زين، وحرض البقية الآخرين بأنه لازم يأكلون قطع هذا الشيبس الحاد ويسوون تجارب. فالشيء غريب وجنوني، وأدت هذه المحتويات إلى بالفعل إلى التأثير ببعض الشباب والمراهقين، وكثير من الحالات راحت إلى يعني تعرضوا إلى وعكات صحية ونقلوا إلى المستشفى، ومنهم أدى بهم مثلا إلى الموت لا سمح الله. فأكو فد أفكار جنونية ممكن إنه هذا، أو عدة مثلا نزعات جنونية مغامرات ممكن إنه ينفذها يسويها وينقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الآخرين. فإحنا نسميها محتوى خارج عن المألوف، غريب جنوني ممكن أنه حتى يؤدي إلى ضرر المتلقي إذا تأثر صراحة به. هاي أنواع المحتويات اللي أمامنا اللي ممكن أنه أنا أعدها من ضمن المحتوى صراحة الهابط أو السطحي اللي له تأثير كبير على أبناء المجتمع سواء كان مراهقين وشباب، وأنا دائما أركز مراهقين وشباب لأنهم أكثر
عرضة وتعاملا مع هذه الوسائل الرقمية. المحتوى الكوميدي واللا أخلاقي والمجرد الانتقاد والمحتوى خارج عن المألوف. هذه الأنواع كيف ممكن أنه تأثر على المجتمع؟ شنو تأثيراتها وشنو انعكاساتها على المجتمع؟ يعني مثل ما قلت لكم، احنا اليوم كثير نتعرض لهكذا محتوى قد يؤثر على أولادنا، أقاربنا، أصدقائنا، طلابنا. كيف تأثيراته وإنعكاساته على المجتمع؟ أول شيء إنه هذا المحتوى الهدف مالته، يعني الأهداف مالته مثل ما قلناها حسب أنواعها. زين، هذا المحتوى اليوم أنا عندي هنا دي يرمز تافهين وسطحيين، ناس سطحيين ما عندهم أي فكر، أي إبداع، أي محتوى جاد ممكن إنه ينفعوني بيه، ممكن إنه يحول هؤلاء الأشخاص اللي موجودين اللي ينقلون تجاربهم إلى الآخرين عبر المحتوى اللي يصنعوه، ويحول هذا التافه أو السطحي إلى رمز. وممكن هذا يكون رمز شاب أو شابة أو مراهق، وبالتالي إنه ما دام أنا كان عندي صار عندي هذا رمز، ممكن إنه أنا أقلد هذا الرمز، ممكن إنه أنا أسمع كلام هذا الرمز، ممكن إنه أنا آخذ بخطوات وسلوكيات هذا الرمز. بالتالي إنه هو هذا الرمز اللي صار عندي، أنا هو أصلاً إنسان سطحي، يعني تافه، ما عنده، مجرد المحتوى مالته مجرد من اي فكر، من اي ابداع، من اي حقيقه، من اي حقائق معلومات ممكن انه انا استفاد من عندها، لا. فاني هنا تاثيرات، اول شيء هذه المحتويات صعدت لي ناس سطحيين الى قمه المجتمع، وهاي مشكله انا عندي، لانه انت من يكون عندك قائد للمجتمع، واحنا نعتبرهم احنا مثل ما نعرف بالإعلام بأنه قائد الرأي دائما يكون بمعنى القائد بصفات القيادة، ممكن انه انا اخذ برأيه واتأثر برأيه، وممكن هو يقودني، وممكن وممكن، لكن يوم اذا انا اشوف هذا القائد هو هذا السطحي او التافه، ما هي مشكلة بالمجتمع. أنا عندي هنا إشكال حيصير عندي بالمجتمع، حيقودني إلى تصرفات وسلوكيات ممكن إنه تهدم مجتمع كامل، تفتت مجتمع كامل. عندي التجاوز على هكذا محتويات ممكن إنه تكون هي تجاوز على أخلاقيات الاستخدام الرقمي بالنشر والمشاركة، لأن ليش هنا أنا ما عندي، لا عندي رقابة، لا عندي ضوابط ممكن إنه تحد من هكذا محتويات على شبكة الإنترنت وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا هنا دا أتجاوز على الأخلاقيات، كوني أنا مواطن رقمي فلازم عندي أخلاقيات، عندي مبادئ، عندي ضوابط، عندي مسؤولية اتجاه المجتمع اللي أنا عايش بيه. يعني مو أي محتوى ممكن إنه أنا أصنعه ممكن إنه أنشره على للجمهور، لا، مو أنا أكون فد مسؤولية عندي مجتمعية، لازم أحافظ على المجتمع اللي أنا عايش بيه، لأنه إذا هكذا هذا المجتمع اتفتت وفقد قيمه ومبادئه وأخلاقه وسلوكياته، مو بس مو أنا، أنا عايش في هذا المجتمع، أنا بالتالي أنا أتأثر بهذا المجتمع، يعني مو أوكي أنا ههدم مجتمع وبالتالي مو أنا عايش في هذا المجتمع. زين، يعني هو تأثيره بس على البقية وأني لا ما أتأثر، لا، بما أنه أنا مواطن ضمن هذا المجتمع أنا أيضا من أتأثر بهكذا محتوى. اللي ينشر المحتوى الهابط او السطحي صراحه ما يفكر بهذه الاخلاقيات، ما يفكر بانه هو عنده مسؤوليه والتزام اتجاه المجتمع اللي هو عايش فيه، وهذا احنا نشوفه ان شاء الله في المحاضره. هنا عندنا اللي ينشر بنشر المحتوى ومشاركته والتفاعل مع المحتوى الهابط
حيخليني إنه أنا أصلاً أبتعد عن طرح قضايا ومشاكل جوهرية بالمجتمع. يعني القضايا والمشاكل اللي ممكن إنه أنا أعالجها، اللي قبل شوية قلنا يعني ممكن إنه أنا أنقذها وأضع لها معالجات وحلول، حيبعدني عنهم وأبقى بأنه بس أركز على هذا المحتوى السطحي والهابط، وأبتعد عن المحتوى الجاد اللي ممكن إنه يفيدني ويفيد المجتمع مالتي ويكون سبب في رقى المجتمع. هذا احنا حتى إذا ظلينا نركز على المحتوى الهابط أو المحتوى السطحي، حنشوف إنه حتى الجمهور من المراهقين أو الشباب حتتغير توجهاتهم. احنا هسه بصراحة نشوف فرق، يعني احنا مثلا شوية قديمين، جيل السبعينات أو الستينات أو حتى جيل الثمانينات، نشوف أكو تغيير بالتوجه، بالسلوك، بالتصرفات بيننا وبين الجيل الرقم الجديد، فنتعجب. يعني احنا نقول لا احنا والله نسعى للقراءة، نطلع على معلومات ممكن تفيدنا على شبكة الإنترنت، ممكن اكو فد مضامين تفيدنا، بينما الجيل الجديد لا، نشوفه دائما يركز على هكذا محتويات سطحية ومحتويات هابطة، ويقضي معظم وقته صراحة بالتعرض على هكذا مضامين. من ضمن التأثيرات ممكن إنه هذه المضامين تسيء لصورة الإنسان مهما كان جنسه ذكر أم أنثى. يعني إذا هناك كان مضمون لمدونة أو فاشينيستا، مجرد إنه تعرض عفوا جسدها أو توحي بإيحاءات جنسية، هذا جدا يعني خطر، يعني نقل صورة عن المرأة. هل هي هذه هي المرأة مثلا؟ هاي المرأة مثلا العراقية، هاي المرأة العربية، هي هذه المرأة المسلمة. هاي يعكس صورة إساءة سواء كانت للمرأة أو الرجل. هناك صراحة أنا أطلع على محتويات هابطة وسطحية لذكور رجال يقلدون النساء، حتى يلبسون ملابس النساء في سبيل أنه يحقق مشاهدات ويحقق تفاعل مع المحتوى اللي هم ينشروه. زين هنا أين صورة الرجل؟ صورة الرجل أين هي؟ يعني إذا مراهق أو شاب يطلع على هكذا مضامين، يعني أين هيبة أو صورة الرجل بالنسبة؟ هذا أنا أعتبره إساءة لصورة الإنسان، هذا تشويه لصورة المجتمعات، هذا استخفاف بالعقل البشري صراحة ومستقبل الإنسان. يعني إحنا إذا نظل شبابنا يتعرضون إلى هكذا محتويات، يعني صراحة هاي كارثة، أنا أعتبرها كارثة. الآثار اللي يتركها المحتوى الهابط والتافه على المجتمع صراحة يعني هي أكثر وقع من أي فشل سياسي. إحنا مرات يعني نقول بأنه بعض الحكومات، إنه هاي الحكومات فشل إدارتها، فشل سياستها داخل هذه المجتمعات، ودائما نلوم ما يقدمون خدمات، هيك العلاقات خارجية داخلية. الفشل السياسي صراحة ممكن إنه نعدله، يعني ممكن إنه أنا أعدل من عنده، انتخابات تعدل، ممكن إنه تتغير الحكومات تتعدل، لكن أنا إذا استشرى الثقافة السطحية أو تنعدم الثقافة داخل المجتمعات وتتحول هاي الثقافة السطحية أو التافهة عفوا إلى عادات تقاليد وأعراف عند مراهقينا وشبابنا، هل ممكن إنه أنا بعد أقدر أعدلها، أقدر أغيرها؟
أنا برأيي، أنا صراحة أنا برأيي وأعوذ بالله من كلمة أنا، أشوفها جدا صعبة، جدا صعبة. وإحنا نتكلم لأنه بصراحة أنا جدا قريبة من هذا الجيل باعتباري أكاديمية وأدرس في كلية وتمر علي أجيال يعني. فإذا استشرت هذه الثقافة داخل مجتمعاتنا صراحة يعني بصعوبة، بصعوبة احنا نغيرها يعني، حتتحول إلى عادات تقاليد. يعني هسه احنا نشوف كثير من مراهقينا وشبابنا، هاي من تعلمت شنو هالتصرف، هاي هيك يشوف المحتوى الهابط أو السطحي اللي طلع عليه هو اللي علمه، فهذا اقتبس من عنده وتقمص وشيء وأخذ من عنده وأثرت به، فلهذا هو يسلك هذه السلوكيات ويتصرف هذا التصرف اللي موجود. هنا عندنا صراحة يعني، هو إذا المحتوى أو المضامين الهابطة أو التافهة أو السطحية إذا انتشرت بالمجتمعات وأصبحت عادات وتقاليد لجيل كامل، يعني حنشوف احنا يعني قليل من المحتوى الجاد حينقرض صراحة، ما بقى عندنا فشي انه نقول ايه هذا محتوى جاد وممكن نعتمد عليه، يعني ينقرض التفكير، ينقرض الابداع، ماكو. حتتصدر هو المشهد هؤلاء الاشخاص التافهين، وحيصبحون هم يعني أصحاب الرأي، وهم أصحاب المشورة، وهم لهم الكلمة المسموعة، وهم الموجهين لثقافة المجتمع ككل. هنا هي تكمن المشكلة. يعني أنا إذا عدنا تصدروا هؤلاء التافهين وصناع المحتوى الهابط أو السطحي وأصبح هم أهل الرأي والمشورة، لا أنا هنا عندي مشكلة داخل المجتمع حصير. هم أهل السلطة، يعني إحنا كثير اليوم عندنا من المدونين، أتكلم على المجتمع العربي والعراقي خاصة صراحة، كثير صاروا هم أصحاب السلطة ولهم رأي داخل المجتمع، ممكن إنه بوست واحد، بمنشور واحد، ممكن إنه يأثرون على المجتمع كامل. زين، فأني أعيش هنا أنا صراحة انحراف يعني بالتفكير، يعني أنا كثير دا أبتعد، يعني هذا الإنسان السطحي اللي ما عنده أصلا فكر، ما عنده شيء ممكن إنه يقدم لي إياه، هو يوجهني ويوجه المجتمع مالتي، وهو إلى السلطة وهو إلى الكلمة داخل المجتمع مالتي. زين شلون يعني؟ يعني هاي صراحة مشكلة، ومشكلة تألم يعني نشوفها احنا داخل مجتمعاتنا. كسر القيم والمعتقدات والأعراف، هكذا انتشار هكذا محتوى في مضامين مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنا أركز عليها، ومضامين حتى مثل ما بينت بالبداية مضامين القنوات التلفزيونية والإذاعية صراحة، واللي احنا نشوف كثير من المضامين الهابطة والسطحية الموجودة، تجعل الحياة ما لها أي ضوابط، ما لها أي موانع، أي حواجز، خصوصا قلنا للشباب والمراهقين ما يشوفون أكو بعض ضوابط، فد شيء ضابط أو فد ممكن إنه شيء يوجههم، ممكن إنه شيء يحدهم يقول لهم لا هذا غلط هذا صح، بما إنه دا يشوفون إنه أي شيء منشور دا ينشر على شبكة الإنترنت، ممكن إنه ينشرون أي مادة، ممكن إنه يصنعون أي مادة وينتجوها وينشروها بشكل سهل، ماكو أي رقابة، ماكو أي رادع، فهذا يشجع بأنه ينشر أي محتوى ممكن. كثير نلاحظ محتوى هابط وسطحي، أم تصور حياتها بالبيت، شو تسوي علاقتها مع زوجها، كيف تتصرف ويا أولادها،
محتويات ما لها أي معنى بشكل ما قلنا لهم، قلنا سابقا العفو. فهذا تشجع الناس بأنه تنشر حتى خصوصياته، مجرد أنه تحصل على تفاعل، مشاركات مثل ما قلنا، إعجابات، ونخسر أكو شيء محتوى اسمه جاد، محتوى ممكن أنه يفيد المتلقي. شبابنا كثير من عندهم يصنعون محتوى، إذا تطلع عليه أو تشوف هذا شنو الهدف من عنده، ما الغاية من هكذا محتوى على شبكة الإنترنت. انتشار المحتوى الهابط والسطحي، ليش احنا نشوف، لماذا نرى هكذا محتوى كثير الانتشار والتوسع داخل مجتمعاتنا؟ أكيد إلى فد أسباب يعني، وهاي الأسباب هنتكلم عليها، لأنه أنا ما معقولة أطلع على مواقع اجتماعية أو مواقع على شبكة الإنترنت أو بالفضائيات العربية أو بالقنوات الإذاعية وأسمع وأطلع عليها وما إلها يعني هدف. لا، أكيد إلها هدف، أكيد كل محتوى، قلنا فقط إنه أكو محتوى هابط أو سطحي، هذا مجرد إنه أني للضحك لا أكثر ولا أقل، إنه فقط للتسلية. لكن أكثر المحتوى اللي يصنع يلجأ إلى الشباب كمصدر للرزق يعني والكسب المادي، يتغلب بيه على مصاعب الحياة اللي صراحة هو يعيش بيها. ومثل ما نعرف يعني احنا اليوم الكسب المادي من مواقع التواصل الاجتماعي ما يأتي إلا بجذب مشاهدين متابعين وبأعداد جدا كبيرة في سبيل أنه يحصل على كسب مادي من مالكي هذه التطبيقات. فدائما انه الشاب او الشابة يلجؤون الى تصنيع اي محتوى مهما كان بدون اي تفكير في سبيل انه يحصل على كسب مادي او رزق له مثل ما نقول، وما يهتم له الى انعكاسات هذا المحتوى على المجتمع. هذه صراحة ملغية. منهم من يقدم محتوى سطحي مثل ما قلنا لمجرد الضحك يعني، يعني يحقق له فد مكانة في عالم الافتراضي صعب انه يحققه بعالم الواقعي، فيلجأ الى العالم الافتراضي ويصنع او ينتج محتوى سطحي او هابط، مجرد انه يضحك لا اكثر ولا اقل، ويحقق له شيء ذاتي نفسه، اي انه هذا فلان، هاي فلانة، هذا معروف، مجرد انه يحقق شيء معنوي إلى مجرد للضحك. قد يكون انتشار المحتوى الهابط أو السطحي أو التافه ضمن إطار المؤامرة، تهديم وتفتيت وتدمير الشعوب، جعلها تعيش في عالم الجهل والتفاهات. طبعا إحنا مو بعيدين صراحة عن هذا الإطار، يعني تجهيل المجتمعات خاصة العربية والمسلمة. احنا نقول عليها هي قضية صراحة، ندخل بها نقول قضية مؤامرة، بأنه الشعوب الغربية والحكومات الغربية هي من تسعى إلى تدمير ثقافة المجتمعات العربية والمسلمة على متفقة، هي المسيطرة على العالم. أني يعني صراحة أفكر وأكون أقول بأنه هاي النظرية ممكن أنه لها جانب في انتشار المحتوى الهابط أو السطحي، لأنه
بما انه الانسان او الشخص العربي العراقي الخليجي المصري المغربي، الشخصيه المسلمه، الانسان المسلم يمتلك ثقافه واسعه ويمتلك معرفه، اذا حتكون بيده زمام الامور، هو من يقود لا يقاد، هو من يقود. احنا ما يريدون ان نقول شيء صراحه، ما يريدون انه نصعد للقمه، هاي مشكله يعني. فلهذا انتشار المحتوى الهابط نحس اكو نوع من التدمير للمجتمعات، وبالذات هو هذا اللي يصير، يعني انه انت هذا المجتمع انت تدمره لانه عندك هدف معين، ليه تدمر هذا المجتمع؟ في سبيل انه يسيطر على هذا المجتمع، انا خلي امحي ثقافته، اقلل من معارفه، خلي الانسان يضعف، من يضعف ممكن انه اني اسيطر عليه، هنا ما حيقدر يواجهني بشيء. فلهذا هاي يعني نقطه يعني انا احسها صراحه مهمه. تردي مستوى التربيه والتعليم والفراغ القاتل الذي يعيشه الشباب يدفعهم لإنتاج محتوى سطحي يعبر عن جهلهم وقلة ثقافتهم وانعدام مسؤولياتهم اتجاه المجتمع. تردي مستوى التربية والتعليم، إحنا نعاني صراحة اليوم، إحنا بمجتمعاتنا، وأنا أحكي على المجتمع صراحة العراقي وكيف إحنا دا نشوفه، كثرة الشكاوي من تردي مستوى التربية والتعليم، واللي إحنا اللي نعاني صراحة بالتعليم، هاي يدفع الشباب إلى إنتاج مستوى سطحي. ليش؟ لأنه هنا ثقافتهم حتقل، يعني أنا إذا أخرج طالب مخرجات الكلية، طالب اهتمامه فقط بس بالامتحان وكيف يحصل درجة وتقييم عالي، بس مو طالب انه يهتم بثقافته، بمعرفته، بخلفيته الثقافيه، بانه يكون انسان واعي، لا، مجرد انه خلص انه يحصل على شهاده، وهاي الشهاده ممكن انه تنفعه بوظيفه، ممكن انه تنفعه حتى بالحالات يعني الاجتماعيه او ظروفها الاجتماعيه ممكن يحقق بها مركز، بس لكن بدون تقوى وبدون وعي. نفس الشيء ينطبق صراحة على طلابنا في الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، هم الطالب اليوم أصبح مجرد حصوله على درجات، على تقييم عالي، لكن حتى صراحة أنا أشوف التقيت بكثير من طلاب متوسطة وإعدادية، مجرد أنه يحفظ المادة، يحفظ المادة وخلاص، على مود يحصل على درجة وتقييم عالي، بينما كنا سابقا لا، احنا إذا قرينا مادة خلاص تترسخ بدماغنا، هاي كنز عندنا، كنز ثقافي تعلمته، ممكن انه انا اعلم الوراية من الخلفية الثقافية او الكنز الثقافي اللي انا امتلكه. اليوم خريج الكلية صراحة يتخرج ثقافته جدا محدودة، يعني ممكن انه اي سؤال عام اوجهه لاي خريج صراحة ما يقدر يجاوبني، ما يقدر يجاوب، وهذا ايضا له انعكاسات، لانه هذا الطالب هو شاب، وهاي الطالبة هي شابة، وهذا ممكن انه يصنع محتوى وينشره على شبكة الانترنت، وهو غير واعي لهذا المحتوى اللي هو ينشره، لأهمية هذا المحتوى وتأثيره على المجتمع، ولا عنده إحساس بأنه هل هو هذا المحتوى ممكن أنه يؤثر على مجتمعه؟ لا، ماكو هاي المسؤولية، ماكو هذا الإحساس صراحة. أكثر اللي ينشرون المحتوى الهابط والتافه مثل ما قلت ما يؤمن لخطورة، ماكو وعي لخطورة ما ينشره وتأثيره على المجتمع. ليش؟ لأنه إضافة إلى قلة الثقافة والتعليم، احنا حنشوفه يا اما البيئه اللي هو عايش بيها بيئه غير منظمه، غير مثقفه، قليله الوعي، فهذا الشخص يحب انه يبرز
بيش يبرز، هو أصلا قليل الثقافة، حتى لو كانت عنده ثقافة فثقافة سطحية. من يصنع محتوى صراحة وينشره حيكون على مستوى ثقافته، فهو إذا هو بيئته غير مثقفة وبيئته غير منظمة، كيف حيكون المحتوى اللي هو ينتجه؟ أكيد محتوى سطحي. انتشار المحتوى الهابط يدل على أن المجتمعات لا يمكن أن تكون بمستوى ثقافي واحد، وهاي إحنا نؤمن به، لأنه المجتمع إذا كان ما مستحيل أكون مجتمع بمستوى ثقافي واحد صراحة، لا لا ثقافي ولا أخلاقي، لأنه أكيد المجتمعات تتقسم وتصنف، هناك مستويات ثقافية عالية، أقل، وسط، أقل، ومعدومية ثقافة. فلهذا احنا يظهر عندنا هذا المحتوى الهابط او التافه او السطحي، يعبر عن هذا المستوى من المجتمعات اللي لا يمتلك لا وعي ولا مثل ما قلنا غير مثقف وغير منظم. انتشار المحتوى الهابط والسطحي صراحة قد يكون قصور من الدولة والحكومات ما تؤدي التزاماتها تجاه المجتمع. مثلا عندنا سوء خدمات، فساد إداري، أخلاقي، بطالة، تدهور بالتعليم، بالصحة، بالعدل، هذا كله يساهم بشكل فاعل بتراجع في الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمعات. أنا إذا ما عندي خدمات، فساد إداري بدوائر الدولة ومؤسساتها، فساد أخلاقي منتشر، بطالة، الشباب لا وظائف لا عمل، تعليم ماكو، قلة التعليم، ثقافة ماكو، صحة متدهورة، كيف حيكون المحتوى؟ طبعا حيكون محتوى سطحي وتافه. هنا عندنا مثل ماكلوهان، رأي ماكلوهان يقول بأنه المجتمع يتأثر بمضامين وسائل الإعلام، مضامين وسائل الإعلام أيضا تتأثر، هناك تأثير متبادل. فإذا أنا ما دام أتعرض لهكذا ظروف، سواء كانت ظروف سياسية اقتصادية اجتماعية، فهي الظروف تحتم علي بأنه حيكون عندي أنا هكذا، حنتج هكذا محتوى. بينما إذا أعيش في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية لا بأس بها، ممكن أنه أنا أؤدي نوع من الثقافة، نوع من الوعي، نوع من المسؤولية تجاه المجتمع اللي أنا أعيش فيه، لا، المحتوى هنا حيتغير. أبرز الحلول اللي ممكن أنه أنا أنطيها، أو ممكن أنه نثبتها أو نخليها كمعالجة لانتشار المحتوى الهابط، هي زيادة الوعي الرقمي لدى الجمهور، من خلال تربية إعلامية رقمية. صراحة أنا دائما أكد على شيء اسمه تربية إعلامية رقمية، أني أعوذ بالله من كلمة، أني أدرس تربية إعلامية رقمية من سنوات في كلية الإعلام، وشفت هاي المادة صراحة تأثير في الطلاب، وسواء كان طلاب بكالوريوس أو ماجستير صراحة كان لها تأثير جدا مهم، وحاولت بأنه من خلال مفردات هاي المادة أنه أغير من تفكيرهم، من توجهاتهم وتوجهات الطلاب. واستطعت ودا أحاول صراحة لحد هذا اليوم بأنه أحسس الطلاب بأن أكو شيء ترى اسمه تربية إعلامية رقمية، إذا أنتم افتهمتوا لازم تروحون توعون أهلكم أيضا بكيف يستخدمون هاي الوسائل الرقمية. هاي الوسائل الرقمية إلها ضوابط، إلها أخلاقيات، إلها سلوكيات، لازم إنه من تتعاملون مع هذه الوسائل الرقمية 100 مرة، دائما أقول لهم فكروا 100 مرة قبل ما تنشرون أي شيء،
لأن أنتم أمام مجتمع، وهذا المجتمع ما أصبح مجتمع محلي، لا مجتمع عالمي. أنت من تنشر بوست أو منشور، أنت مو بس دا تعكس، مو فقط مرآة لما في داخلك، لا أنت دا تعكس ثقافة مجتمعك المحلي إلى العالمي. فأنت إذا تحب تشوه، مثل ما قلت لكم قبل قليل، يعني أنت إذا تريد تشوه صورتك زين، لا تشوه صورة المجتمع مالتك. يعني احنا هنا كثير من المدونين واللي يظهرون واللي اصبحوا سطحيين وتافهين، واصبحوا هم قادة الرأي صراحة، هم دا يشوهون المجتمع، صورة المجتمع اللي هم عايشين بيه. نقلهم هذا المحتوى ينقل صورة خاطئة عن مجتمعاتهم، واحنا هايدا نواجهها. فاحنا نحتاج هنا تربية إعلامية رقمية تعلمني كيف أنا أتعامل مع هاي الوسائل الرقمية، وكيف أحمي نفسي من محتوى ضار ممكن يؤذيني، ممكن يؤذي المجتمع اللي أنا عايشة بيه، من خلال مناهج التربية الإعلامية الرقمية. واحنا نسعى صراحة، لأنه احنا بتجربتنا بالعراق منهاج التربية الإعلامية الرقمية موجود بالكليات فقط، بكالوريوس، لكن في المؤسسات التربوية لحد الآن لم يدرج. وإحنا نسعى بأنه يدخل كمنهاج في المناهج التربوية من الابتدائية فما فوق، في سبيل أنه يستفاد الطالب أكثر من هو صغير لحد ما يكبر، يستفاد كيف أنه يتعامل مع هذه الوسائل، وكيف يحمي نفسه من المحتوى الضار. ومو فقط هذا، احنا نسعى بالتربية والتعليم، لا المفروض الجمهور أيضا أنا همنا أوعي، لأن كثير من الجمهور هم أكبر من الجيل سنا، أكبر من الشباب اللي موجودين عندنا يتعاملون مع هذه. فأنا لازم أوعي أيضا هذا الجمهور، أوعي كيف يستخدم هذا، مو بالسهولة إنه احنا خلاص صنعنا مادة وأنتجناها ونشرناها على شبكة الإنترنت أو أي موقع وبدون ضوابط بدون رقابة وخلص، يعني هاي أوكي أني صانع محتوى. لا لا، لازم أنت تعرف من تصنع هذا المحتوى، لمن هذا المحتوى، وشنو الهدف من عنده، وشنو غايته. أنت أمام مسؤولية، أنت أمام مجتمع، لازم تفكر بالمجتمع اللي أنت عايش بيه، ومو فقط بس الجماهير بشكل عام. لا، أنا لازم أتوجه إلى مؤسسات حكومية ومؤسسات الدولة، لأن بها موظفين، وهؤلاء الموظفين أيضا ممكن أن يكونون صناع محتوى، فلازم أنا أتوجه إليهم وأعلمهم كيف يستخدمون هذه الوسائل الرقمية بشكل إيجابي، بمحتوى جاد ممكن أنه ينفعني وينفع الآخرين. تشريع قوانين، يعني تشريع صح، انه هناك يعني نقول انه تشريع القوانين، ممكن قانون طبعا النشر الالكتروني ممكن انه يقيد من حريات الافراد، لكن ممكن انه يعني اضع ضوابط، اضع تعليمات معينه، هاي الضوابط تنظم لي عمل الوسائل الرقميه وتطبيقاتها داخل البلد. فممكن انه احد من المحتوى الهابط او المحتوى السطحي من خلال تشريع هذه القوانين او وضع بعض الضوابط داخل البلدان. تحجيم وتحديد التطبيقات الاجتماعية من قبل الحكومات، وفرض الرقابة للسيطرة، والحد من انتشار المحتوى الهابط والتافه السطحي والتقليل من شأنه. طبعا ايضا هاي لازم الحكومات تقوم به، يعني تحجيم وتحديد التطبيقات الاجتماعيه. اليوم احنا عندنا بعض المجتمعات الخليجيه او العربيه وحتى الاجنبيه يحددون من استخدام التطبيقات الاجتماعيه، وممكن انه تقللنا من المحتوى الهابط، لكن احنا صراحة بالمجتمع العراقي ما عندنا اي تحديد وما عندنا اي تحجيم باستخدام التطبيقات الاجتماعية، الابواب مشرعة ومفتوحة بدون اي تحجيم او تحديد. وهاي النقطة صراحة مهمة، لانه يجب ان تكون هناك رقابة للسيطرة على انتشار المحتوى الهابط. الاهتمام بالتربية والتعليم،
والتمسك بالقيم المجتمعية. هنا احنا لازم نفعل دور الأسرة. صراحة أنا الأسرة كلش أخلي، يعني كثير أخلي أملي بيها وأعطيها دور جدا مهم، لأنه دور الأسرة جدا مهم بضبط تصرفات الأبناء ومراقبتهم. من يصنع المحتوى؟ من ينتج المحتوى؟ ابني وبنتي وابنك وبنتك وطالبي واحتمال ابن أختي، احتمال ابن الجيران. فهنا هم دول هم اللي يصنعون هكذا محتوى، فأني لازم أضبط وأفعل دور الأسرة. أرجع يعني صح احنا ركزنا على تربية إعلامية رقمية وكيف نستخدم الوسائل الرقمية، لكن أنا عندي تربية مجتمعية، تربية اجتماعية من الصغر لحد الكبر. فلازم أنا هنا أفعل دور الأسرة، كيف إنه الأسرة هي تضبط تصرفات أبنائها، كيف تراقبهم تعلمهم على وتغرس بيهم الحرية المسؤولة. صح إنه المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاجتماعية، صح عندي مجال مفتوح بنشر ما أريد، لكن هناك تحديد لازم أحدد، لازم يشعر هذا الفرد، هذا الشاب، هذا المراهق بأنه عنده مسؤولية تجاه المجتمع اللي هو عايش به. كيف إحنا نصير مواطنين رقميين؟ من اسمها مواطنة رقمية، أنا إذا ما أحس بأنه أنا انتمائي هذا البلد وأساهم برقي ورفعة هذا البلد، إذا ما فائدتي أنا إنه أسمي نفسي مواطن رقمي. لا، لازم أعلمهم الأولادي الطلابي وأغرس بهم هي هاي الحرية المسؤولة، لأنه من أغرس بهم إنه أي شيء ينشروه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة هم يأثرون، يفكرون بأنه أكو تأثير على المجتمع، وحيأثرون على مجتمع وحيأثرون على شباب آخرين مثلهم، يعرفون بأنه هذا اللي نشره لا يتحمل مسؤوليته. خلاص أنت اتجاه مجتمع، إذا أنت تريد تنشر شيء سيء وأنت تسيء للمجتمع اللي أنت عايش فيه، وبالتالي الإساءة للمجتمع ما حترجع عليك أيضا. فأنا أخليه أغرس بهذا الحرية المسؤولة، تصنع من عندهم أشخاص مواطنين رقميين يعرفون كيف يتعاملون مع الوسائل. أنت أوكي عندك قضية عالجها بأسلوب رصين، ماكو عندي أي إشكال، بس ابتعد عن التفاهة السطحية. التفاهة السطحية ما لها أهمية، مو هنا أنت التفاهة السطحية حتأثر عليك أنت كشاب أو كمراهق، وبالتالي أنت حتصبح عندك هاي الأمور اللي عفوا نسميها سطحية وتافهة، حصر عندك عادات وحصر عندك تقاليد وحصر من ضمن القيم اللي أنت حتغرسها بداخلك. احنا ما نريدها هاي، ما نريد الأمور السطحية والتافهة تاخذ حيز من بناء شخصيتك، لا لا، احنا نريد انه من تعالج امر، من تريد تطرح امر، من تريد تنشر اي محتوى لازم تفكر به قبل ما تنشره. لا يمكن التركيز على المحتوى الهابط والتافه السطحي ونترك المحتوى الاخر اللي هو المحتوى المحرض والقاتل، لأنها سوية تؤدي إلى نفس النهج والطريق في تدمير الأمم وتمزيقها وتركها في طريق مجهول. صراحة إحنا إذا بس نركز على المحتوى الهابط أو التافه والسطحي ونترك المحتوى، أكو عندنا محتوى آخر إحنا ما مفكرين به، أكو محتوى محرض تحريضي، محتوى يبث العنف والكراهية والحقد والعنصرية، وممكن انه يؤدي الى القتل. هذا اللي ممكن انه احنا نركز عليه ونحاربه، لانه هم اثنيناتهم المحتوى الهابط مثل ما قلنا يدمر الامم، وما ممكن انه اني اذا اصبح عادات وتقاليد انه استرجع قيمي الاصليه وعاداتي والتقاليد المجتمعيه اللي اني تربيت عليها من سنين، من عشرات السنين. لا، لازم اركز ايضا على المحتوى الاخر، مو أنا أترك المحتوى التحريض على الكراهية والعنف والقتل والدمار وتفتيت المجتمعات وبس أركز. يعني كثير من حكوماتنا يتركون يركزون على المحتوى الهابط صراحة والتافه والسطحي ويتركون هذا المحتوى،
لا انا اثنيناتهم اريد اعالجهم، لان هذا يفتت مجتمع وهذا ايضا يفتت المجتمعات، وبالتالي المجتمع عندي حيتدمر، المجتمع حيصار يتصارع، مجرد انه منشور طائفي ممكن انه بالتعليقات يصير تناحر، منشور يحض على الكراهية والأنف، تشوف التفاعل فيه وداخل التعليقات يؤدي إلى كوارث داخل المجتمع. فإحنا لازم ننتبه إلى مو فقط للمحتوى الهابط أو السطحي، لا عندنا محتوى محرض أيضا لازم نهتم به، لأنه اثنيناتهم صراحة يؤدون إلى تدمير المجتمعات وتمزيقها. يعني أتمنى بأنه صراحة، لأنه وقت المحاضرة ما أعرف أخاف اتجاوزت عليه أو لا، أنا أخذني الواهس صراحة أحكي، فأتمنى بأنه اختصرت الموضوع، يعني الموضوع جدا بإطالة يعني صراحة كلام كثير، بس حبيت أنه أختصر لكم إياه بهذه الساعة، وأتمنى أنه وصلت فكرتي إلى الموجودين، لأنه إحنا لازم، يعني ككلام أخير إلي، لازم نواجه هذا المحتوى السطحي والهابط، لنقول إيه ما يخالف بأنه أولادنا وأبنائنا وشبابنا، إيه يلا ما يخالف خليه يطلعون على هاي المحتوى، يلا لا 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 لازم نواجه، لأنه هذا المحتوى إذا تسيد المجتمع صراحة نقرأ عليه السلام، مجتمعاتنا سواء كانت العربية أو المسلمة، لأنه ما نريد صانع المحتوى السطحي أو التافه هو اللي يسيد المجتمع، وصانع المحتوى الجاد اللي له قيمة واللي يحتوي على أفكار والبي إبداع هو اللي يكون بالقاع. لا، نحاول بأنه نرجع قيمة المجتمعات وثقافتها وقيمها ومعارفها بتنوير هذا الإنسان. لازم إحنا نشتغل على شبابنا ونحاول نبني بيهم، نجعلهم مواطنين رقميين صالحين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الوسائل بأسلوب إيجابي ومسؤول اتجاه مجتمعاتهم اللي هم عايشين بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جميع الحاضرين. شكرا شكرا دكتورة، بارك الله فيكم على هذه المعلومات الرائعة. طبعا كنا مستمتعين جدا بهذه المحاضرة، لأنه الله فعلا يخليك. تلامس الواقع اللي نحن نعيش فيه الآن. أي طبعا والله مثل يا ما رب. أسلفتم يعني دكتورة، فعلا هذا شيء يلامس الواقع الذي نعيشه الآن، فبارك الله بكم على هذه المحاضرة الرائعة. الله يخليك، يبارك بيك شكرا طول دكتورة. عمرك. أحبتنا الحضور، نفتح الآن باب النقاش والأسئلة، فمن أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا فليتفضل برفع أداة اليد أو طرح السؤال في الشات. نعم، معنا المداخلة الأولى محمد طاهر، أظن الاسم إن شاء الله يكون صحيح لفظته، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام، حياك الله. حياكم الله، معكم محمد الطار، عضوية تدريس من جامعة سبا. أتقدم بالشكر إلى منصة أريد والمسؤولين بكافة منصة أريد، كما أتقدم بالشكر إلى الدكتورة الفاضلة. الله يسلمك، تفضل. المحاضرة تعتبر بالنسبة لي أنا فوق الممتاز، محاضرة تلامس الواقع في المجتمع العربي بصفة عامة والإسلامي. طبعا أعجبني كثير المصطلح الذي ذكرته الدكتورة اللي هو الجيل الرقمي. فعلا هذا الجيل جيل رقمي. أنا لدي يعني ملاحظة أو تصور، ليس على المحاضرة ولكن على المحتوى الذي ممكن يشمل حتى الذكاء الاصطناعي، اللي هو من الجانب البحث العلمي. لأننا نعرف أن أي تكنولوجيا لها إيجابيات ولها سلبيات، ولكن الإنسان هو الذي يضعها في السلبيات وليس
المحتوى الإلكتروني أو الذكاء الاصطناعي وغيره من الأشياء الإلكترونية أو التكنولوجيا التي تضع الإنسان في الجانب السلبي، بل الإنسان هو اللي يضعها في الجانب السلبي ويتخذ بها صح أي طرق أخرى. صح بل التكنولوجيا من صنع الإنسان وليس هي من صنعة الإنسان، فهو الإنسان صحيح هو الذي يريد أن يضعها في الجانب الذي استفاد منه في الحياة. ولكن أتكلم من ناحية الذكاء الاصطناعي في ناحية البحث العلمي، فالذكاء الاصطناعي من ناحية البحث العلمي إذا احنا يعني ضعناه في الطريق الصحيح أكيد حيكون نفع للبحث العلمي ونفع للمستقبل وإلى آخره من الأشياء الإيجابية التي تفيد الإنسان في حياته سواء كان العملية أو الاجتماعية أو العلمية. ولكن استخدم بطريقة غير صحيحة، اللي هي حاليا لو تطلب أي طالب دراسات عليا أو أي طالب يقول له يعني يعمل لك بحث أو ورقة علمية أو بربوزة، يذهب إلى الذكاء الاصطناعي، لا يذهب إلى الكتب ويدرس في الكتب ويقرأ الرسائل اللي قبله وإلى آخره، حتى تكون عنده مهارة وتكون عنده ثقافة وتكون عنده فراسة في البحث العلمي وتكون عنده كمية هائلة من المعلومات لكي يستطيع بها في المستقبل أن يتحجج بها ويتحدى بها المنابر العلمية. فالكلام اللي تفضلت به الدكتورة يعني كلامي من واقع الحياة، ونتمنى أن تكون في دراسات بهذا الشكل بحيث أن المحتوى الإلكتروني سواء كان ذكاء اصطناعي أو أي محتوى آخر أن لا يقلل من الثقافة لدى الشباب في المجتمع، يعني بدل بالعكس، يعني تكون المفروض تكون يعني الأشياء هذه تزيد من ثقافته. يعني في الوقت الحالي صح حسب ما تكلمت الدكتورة الفاضلة قالت لك الجيل السبعينات أو الستينات أو الخمسينات أو الجيل هذا، يعني لو حاليا ممكن تجلس معاه جلسة علمية ممكن يبدأ يسترسل لك في موضوع بدون تقطع من الأفكار، لديه ثقافة صح علمية ما شاء الله. ولكن الآن الجيل الموجود هذا كله يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني مجرد ما يدخل لأي بحث أو يدخل لأي ذكاء لأي أشياء فيها بيانات بدون ما يفهم الخلفيات يأخذ الجزء من المحتوى ويذكر كذا كذا كذا، فهذا يقلل من الثقافة في المجتمع، وتكون الناس الذي هم لا يريدون الإسلام ولا لا يحبون الشعوب العربية بيكون لهم هذا فراغ، فهم من خلاله يقدروا يدخلوا لأي فراغ من فراغ اجتماعي ويدمروا الثقافة الاجتماعية اللي موجودة عندنا. وشكرا وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، وأتمنى لا أكون أطلت عليكم. شكرا. بارك الله شكرا، فيك. بارك الله فيك. نعم دكتور، بارك الله إذا في فيك. عندك تعقيب. والله يسلم، بارك الله فيك على الملاحظة والمداخلة. صح مثل ما قلت حضرتك بأنه إحنا من المفروض، من هي التكنولوجيا ليست سيئة، بالعكس يعني اليوم إحنا استفادينا من عليها كثير. هو الاستخدام اللي يخلي هذه التكنولوجيا سيئة أو جيدة، طريقة الاستخدام، إحنا البشر اللي نحدد استخدامنا لهذه التكنولوجيا، هل إنه نستخدمها بطرق جيدة وبأسلوب جيد أم لا؟ أنا دائما صراحة أقولها لطلابي وأكررها عليه، نحن من نجعل هذه التكنولوجيا سيئة أم جيدة؟ احنا بيدنا. ممكن انه انا استخدم هذه التقنيه بطرق سيئه، ممكن انه استخدمها لا سامح الله، لا سامح الله، بترويج مخدرات رقميه، باصابات، باي شيء، بابتزاز، بتنمر، كل هاي استخدامات سيئه. هل ممكن انه انا استخدم هذه التكنولوجيا وهذه الوسائل باتجاه ايجابي؟ طبعا طبعا، انا اللي ممكن انه استخدم، ممكن أن استفاد من المعلومات اللي موجوده، من الحقائق، ممكن استخدمها ببحوث، بتعليم، باي اي مفرده من المفردات الايجابيه اللي ممكن انه انا استخدم من شبكه الانترنت. فالبشر هو اللي يحدد انه هذه التقنيه هي سيئه أم جيدة، طريقة الاستخدام هي اللي تحدد.
انه ممكن انه اقول على هذه التقنيه لا والله هذه ممكن تكون سيئه. طبعا لان انا استخدامي لها سيء، انا توظيفي لهذه التقنيه كان سيء، لكن اذا وظفت هذه التقنيه باسلوب ايجابي لا سوف نرتقي في المجتمعات صراحه. يعني ومثل ما بينت حضرتك بانه ثقافه الفرد لها دور، لها دور، واحنا نريد نحافظ على هذه الثقافة. انا ليش ركزت على انه جيل الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات؟ لانه نمتلك نوع من الثقافة نوعا ما، احنا ما نقول احنا لا سمح الله اليمين، لا حاشا لله، لا، لكننا نمتلك نوع من الثقافة، خلفية ثقافية ممكن انه نغور في اي موضوع واي حديث واي مناقشة. بينما شاب اليوم أي سؤال أو أي مناقشة أي موضوع ممكن أن يتوقف لأنه لا يمتلك هذه الثقافة اللي يمتلكها. مع العلم أنه شبكة الإنترنت فسحت للمجال وفتحت ذراعين بملايين المعلومات وملايين المواقع اللي ممكن أنه هو يستفاد من عدها ويبحر فيها ويصعد من مستوى الثقافي أو الكنز الثقافي اللي ممكن هو يحصل عليه. نعم دكتور، الله يحفظكم يا رب. الله في يخليك. سؤال بالشات مكتوب من الأستاذ أو التليفون، كأنه حساب من تليفون آيفون، يقول: دكتورة، ما هي نصيحتك لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة جيدة؟ وهل ممكن تربية المستخدم لاستخدامه بطريقة جيدة؟ والله تجربة الذكاء الاصطناعي صراحة اليوم احنا يعني كمجتمعات شوية جديدة علينا، يعني دخلت لنا السنوات الأخيرة. احنا طريقة، هسه أنا صراحة بينتها قلت إنه طريقة التوظيف لو وظفت تقنية الذكاء الاصطناعي توظيف إيجابي وجيد لا بأس بيها، لا بأس بها، ممكن انه انا استفاد من عده بكثير من مجالات الحياه حتى كباحثين وكأكاديميين لا بأس بها واعلاميين. لكن لو وظفت هذه التقنيه باسلوب سيء، انا كباحثه اريد ان انتج بحث، اكتب بحث بس اعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا هذا زين، انا هنا وين الفكر؟ وين الابداع؟ وين انا شخصيتي كباحث؟ استفاد بعض المعلومات، لكن هل ابني بحثي كله على الذكاء الاصطناعي؟ لا، هذا هنا التوظيف، عمليه التوظيف هي اللي عندي مهمه. انا كاعلامي اكتب خبر صراحه، انتج ماده اعلاميه او صحفيه اعتمادي. احنا في من يقولون صراحه، سمعت قبل كم يوم محاضره الدكتور جمال عن صحافة الذكاء الاصطناعي، أنا دائما كاختصاص أقول ما في صحافة ذكاء اصطناعي. صح، هو الدكتور والأخ محمد عبد الدار أوكي صحافة، ما في صحافة ذكاء اصطناعي، هاي وجهة نظري. ما أدري بعد في تقنية ذكاء اصطناعي وممكن إنه أنا أوظفها في العمل الإعلامي. الأخ قبل قليل قال إحنا اللي نسيطر على هذه التقنية، بالفعل هو الإنسان هو من اخترع هذه التقنية وهو من أنتج هذه التقنية، فهو اللي المسيطر الأول والأخير، مو فقط الأول، الأول والأخير على هذه التقنية. فأنت توظف هذه التقنية في عملك الإعلامي، هنا طريقة التوظيف هي اللي تحدد لنا كيف أنا أوظفه. نرجع أنا استخدمها بشكل إيجابي، توظيفي حيكون إيجابي، المادة اللي أنتجها ممكن إنه تفيدني، لا توظيفها والهدف اللي أو الغاية من عندها سلبية أو مسيئة، طبعا المخرجات حتكون سيئة وسلبية. يا ربي إنه جاوبتك بعد ما صراحة. شكرا دكتور، الله يحفظكم يا رب. نعم، أتفضل. نرجو من الأخوة الذين يحبون طرح سؤال أو استفسار يعني أن يكون مختصرا للوقت حتى يعني لا يتداركنا الوقت. بارك الله فيكم. معنا أيضا مروان السلام، تفضل. مساء الخير، أول شيء تحياتي للدكتورة وفاق حافظ والأستاذ طه. طبعا أنا أحد طلبة دكتورة وفاق في
وقت سابق يعني، وحاليا انا خريج اعلام، لكن اليوم شفت الاعلان مالت المحاضره وحبيت انه اشارك وانطي رايي. بالبدايه انا اوافق الدكتوره بالراي، ولكن لازم نركز على موضوعين اساسيين، اللي هم اولا غياب الوعي وغياب الرقابه على منصات التواصل الاجتماعي. اليوم احنا باحثين او خريجين او اساتذه، لكن هاي المحاضرة اليوم يجب أن يتم طرحها بالمدارس، أن يتم طرحها بالمنتديات، أن يتم طرحها دوائر الدولة. إحنا اليوم جاي نشوف تقنيات الذكاء الاصطناعي جاي استعمالها بصورة سلبية بالمجتمع، وهذا الشيء راح يخلي المتصيدين بالمال عكر إنه يستعملون هاي المعلومات المضللة لتضليل الرأي العام. يعني جاي نشوف الشائعات جاي تنتشر بصورة سريعة جدا، وأكو نسبة يعني كلش كبيرة للأسف من الناس البسطاء اللي معلوماتهم بدائية بهاي الأمور وبأمور التقنية، جاي يصدقون هاي المعلومات وجاي يشاركونها أيضا على حساباتهم وجاي ينقلونها للآخرين كأنه هي معلومات صحيحة. فهاي المفروض إنه الدولة تساهم بحل هاي المشكلة. إضافة إلى ذلك، إحنا اليوم جاي نشوف المنصات الحكومية الرسمية جاي تتعرض للاختراق، وجاي يتم يعني أخذها من قبل قراصنة، ويبتزون الحكومة، يعني يبتزون مؤسسات الدولة. وهذا السبب راجع إنه الدولة ما جاي توظف الأشخاص الصحيحين مكانهم المناسب، جاي تخلي أشخاص عاديين ما عندهم اطلاع بالتقنية، ما عندهم معلومة، مو أصحاب اختصاص أو خبرة. فيا ريت انه نركز هذا الشيء ونوصله يعني بدورنا كباحثين وكأساتذة للجهات المعنية، عسى ولعل انه تخلي حد لهذا الموضوع. حتى ما اطيل عليكم، وتحياتي للدكتورة ولكل الحاضرين. شكرا جزيلا. شكرا شكرا، بارك الله فيك، الله تسلم. يحفظك دكتورة. بس ما رخصتش ناخذ المداخلات كلها، ومن ثم يعني يلا اذا في إيه حضرتك على تعقيب على على راحتك، حتى على يعني ما راحتك. ياخذنا الوقت، لانه تمام بكره تمام بعد ما في أي الطاقة. إشكال. الله يحفظكم. معنا الدكتور بابا عمي الحاج احمد، تفضل. السلام عليكم. حياك وعليكم الله. السلام. عليكم السلام. شكرا لكم على هذا الأسبوع الثقافة الإعلامية، ونشكر دكتورة وفاق على هذه المحاضرة القيمة جدا والمهمة. أنا أستاذ محاضر في القانون ومحامي كذلك، يعني حقيقة أريد الإطراء في هذا الموضوع مهم جدا، لأنه يسبب الكثير من الإشكاليات من الناحية العملية حقيقة. وكذلك أريد أن أقدم يعني تجربة عملية عن حل لوقاية، يعني لأنه يعني كل ما تضع يعني الدولة ضوابط عقابية مش راح تنفع، يعني مش راح تنفع هذه الضوابط، لأنه طبعا كل احنا مثلا في قانون العقوبات الجزائري فيه ما يتعلق، وكل الدول تقريبا فيه ما يتعلق بالتشهير وهذه الأمور، لكن بالنسبة لموضوع الأستاذة ما يتعلق بالمحتوى المنحط والغير يعني والهابط وغير يعني والسيء، ما نقدروش نتحكموا فيه، مستحيل يعني تقريبا من الصعب نتحكموا فيه. الحل العملي مثلا من أبرز الأمثلة هنا في الجزائر، في المنطقة اللي راني فيها منطقة غرتايا، أنا عضو في جمعية للطفولة، تقريبا نعمل المرافقة للأطفال من سن الخامسة، لا لا عفوا من سن الثامنة إلى غاية 19، يعني الثانوي، يعني من نهاية الابتدائي، مرحلة الابتدائي إلى الثانوي. هذه المرافقة هذه كيفاش تكون؟ تكون مرافقة ليس خارج أوقات الدراسة، نعمل من خلالها في إعلاء مستوى هاد الطلاب هذو في الفترات المسائية وفي العطل وكذلك في الفترة الصيفية، ونعمل لهم مرافقة بالمشاريع لما يكبروا شوية، يكونوا مثلا في المتوسط مراهقين، خاصة مرحلة المراهقة هي اللي ينتشر فيها المشاكل في التواصل الاجتماعي. نعمل لهم مشاريع مثلا جمع الملابس وإعادة تقييمها للتبرع بها، قفة رمضان، التنظيف، وكذلك حملات تطوعية، التشجير، الرحلات الترفيهية. هذه جمعية يعني تطوعية بالمجان، هكذا تتم مرافقة الأبناء. وكذلك بالنسبة للأسر والعائلات ومختلف مجتمعات الدول العربية، يمكن تقوية النوادي الرياضية،
حتى هذا المجال هو أحسن شيء لي. أولاً إخراج أبنائنا من وسائل التواصل الاجتماعي وتعليمهم مهارات وقدرات، وكذلك تعليمهم تحمل المسؤولية، وأنهم يخرجوا من الافتراضي والأحلام ويجي للواقع ويتكون ويتعلم، وكذلك يتفادى السقوط في مشاكل الابتزاز والمحتوى الهابط والمنحط. هذا أبرز شيء، وشكرا لكم وتحياتي، شكرا وشكرا دكتور، أستاذة، يعني بارك الله فيك، بارك يعني الله، شرفتي العراق، ونتمنى إن شاء الله يا ربي ترجع العراق وجميع الدول العربية إلى مستواها يعني سابقا. والسلام عليكم. يحفظك عليكم الله، السلام. تستمعين. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. نعم، معنا سعادة البروف نيرفانا، تفضلي دكتورة نيرفانا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم أستاذ السلام ورحمة دكتور الله. نرفانا، جامعة الأفرو آسيوية من مصر. طبعا أنا بشكر سيادتكم على الأسبوع الثقافي الهائل، وبداية موفقة وقوية جدا للأساتذة اللي تفضلوا بإلقاء المحاضرة. أنا لي استفسار دلوقتي، في منصات كتير إلكترونية، وفي كمان جرائد إلكترونية كتيرة. هل الجرائد دي أثرت على المحتوى الثقافي الخاص بالأخبار والإعلام؟ وهل الإعلام يعني يتجه إلى هذا الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار ونشر الإعلام لديه، والنيابة عن الإذاعة والتلفزيون مثلا، أو الجرائد اليومية الورقية؟ هل الاتجاه دوت في الصحيح له فائدة كبرى بالنسبة للشباب وبالنسبة للأطفال للقراءة؟ لأن أنا بجد كتير جدا من الجرائد الإلكترونية بتتكلم بصورة مختصرة جدا، وبصورة يعني ما تهمش كتير، موضوعاتها ما تهمش كتير من الفئات العمرية المختلفة. فده أنا عايزة أعرف، هل دوت هيطغى على الأصول اللي احنا شفناها وعشناها وتربينا عليها؟ أولا الكتاب لما بيبقى في إيد الطفل أو بيبقى في إيد الكبير بيحافظ عليه، أو بيبقى ملكية خاصة ليه، بيتداوله باستمرار وبيرجع ليه وبيحافظ على محتواه الفكري، وبيبقى فعلا في ذاكرته باستمرار لأن قدامه. لكن الجرائد الإلكترونية اللي أنا بشوفها بتبقى مجرد إنها عناوين ومقتطفات صغيرة لا تحوي الكم والكيف اللي إحنا عايزين نديه للشباب. فهل هذا الاتجاه يعني يكون الأحسن إن إحنا نعممه ونتشارك فيه، ولا الأحسن إن إحنا نرجع تاني لأصل الكتاب والقلم والحاجة اللي إحنا تربينا عليها وحافظنا على محتواها فكريا وعمليا؟ وشكرا لحضراتكم. طبعا أنا شاكرة لسيادتكم جدا، شكرا أمان شكرا السلامين. دكتورة نيرفان، شكرا بارك الله السلامين. بكم. نعم أحبتي الكرام، المداخلة الأخيرة مع الباحث بالوافي عبد الرحمن، وأرجو أن يكون السؤال مختصرا لو سمحت، لأنه لم يتبقى لدينا سوى دقائق معدودة. تفضل سعادة الباحث، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إياك وبياك، وعليكم حياك الله، السلام تفضل. ورحمة الله وبركاته. على كل حال، أنا ليس لدي يعني سؤال، لكن لدي إضافة قليلة، يعني إضافة بالنسبة لاستعمال الإنترنت، يعني فيه ما هو إيجابي وفيه ما هو سلبي، لكن للأسف أن في أغلب الحالات أن هناك استعمال سلبي، وخاصة بالنسبة للأطفال، في غياب الرقابة، غياب الرقابة للأسف. صح، وشكرا. شكرا شكرا، بارك الله بك سعادة الباحث بالوافي عبد الرحمن. نعم تفضلي دكتور. والله هو ما في تعقيب، بس إجابة للأخت، هل إنه الأفضل وسائل الإعلام التقليدية إحنا نسميها صراحة، أم الرقمية الإلكترونية؟
في تنشئة وثقافة الجيل الجديد. إحنا التوجه الآن أصبح هو توجه رقمي، يعني الجيل الجديد اللي إحنا سميناه الجيل الرقمي أو جيل زد، توجهه إنه يستخدم ويتعرض الوسائل الرقمية حتى لو كانت صحف إلكترونية. صراحة هي حتى الصحافة الإلكترونية هم قليلين التعرض لها، قليلين الاطلاع، مجرد إنه مشاركين في الخدمات السريعة وخلاص، الخدمات تجيهم إشعارات على شكل عناوين ويستفادون من عدها كمعلومة بالأحداث والقضايا اليومية سواء كانت محلية أو عربية أو عالمية. لكن أين الثقافة؟ الثقافة أنا ما أجدها في سطر أو سطرين، لا، هاي تقع مسؤولية الشخص هو نفسه، الشاب والشابة أو المراهق والمراهقة. الإنسان هو يعرف كيف يبحث عن المعلومة وكيف هو يوظف هاي المعلومة على مود يستفاد من عدها ثقافيا ومعرفيا، وبالتالي بعدين يمكن إنه المعلومة اللي يمتلكها أيضا يستخدمها ويبدأ بيها ويكون أفكار من خلالها أخرى. إحنا ما ممكن إنه نقول للجيل الجديد أو الجيل الرقمي لا تعال لازم ألزم الكتاب مالتنا وجريدتنا التقليدية الورقية، أو لا، ما ممكن. وأنا حسب ما معاملتي مع طلابي صراحة اللي هم كليتهم أكثرهم جيل رقمي جديد، أغلبهم أصلاً ما يتعرضون إلى صحف ورقية، أكثرهم مشتركين بخدمات إخبارية على هواتفهم الجوال أو المحمولة. المهم هنا، المهم إنه يبتعدون عن محتوى سطحي غير ثقافي وغير جاد. خليني أوكي أطلع على أخبار مختصرة، أوكي خلي أطلع على معلومات بسيطة، بس لازم أمتلك هاي المعلومات، هاي الحقائق، هاي الثوابت اللي ممكن إنه تفيدني ثقافيا ومعرفيا. حتى لو كانت معلومات بسيطة، أنا دائما أركز وأقول لهم لو عندي فسحة من الوقت 5 دقائق فقط أطلع على معلومات معينة تفيدني بحياتي، خلاص خلاص هذا كنز بالنسبة لي لهذا اليوم. هاي 5 دقائق تعلمت بها شيء يفيدني. لو تعرضت إلى فيديو قصير على اليوتيوب ممكن إنه هذا الفيديو إيجابي ويفيدني بمعلومة معينة، خلاص أنا امتلكت معرفة هنا، أنا ثقفت بمفردة معينة هذا اليوم. أوكي أحسبه من الأيام اللي استفاديت من إذا 5 دقائق، 5، لكن مرات حتى هذه الخمسة أو ال10 دقائق هذا الجيل خصصها للأشياء التافهة والسطحية واللي ما لها أي معنى، يقضي وقت كامل صراحة. أكو شباب ساعات ساعات يقضون أمام شاشة الهاتف بمحتوى سطحي هابط تافه ما له أي معنى. زين كيف حينشأ هذا الشاب؟ وكيف حتنشأ هذه الشابة؟ كيف حينشأ المجتمع؟ المجتمع مبني على هذا الشباب، على هاي الطبقة. زين أني كيف؟ أني إذا راح هذه الأعمار الكبيرة بالسن، ما حيجي هذا الشاب هو حل يبني المجتمع. كيف حيبني المجتمع إذا هو ما عنده لا ثقافة لا وعي لا تفكير لا إبداع؟ كيف؟ فأوكي ما يهم، اعطيني 5 دقائق ثقف نفسك بيها، 5، اطلع على فد معلومة تملكها. أنا هذا اللي أركز صراحة عليه. ما أعرف بعد يعني أكو شيء ما وضحته أو أحد، عذرا يعني. الله يحفظكم دكتور، جزاكم الله خير. الله يخليك. نعم أحبتنا الكرام، باسمكم نشكر سعادة البروف وفاق حافظ على هذه المعلومة، على هذه المحاضرة الرائعة التي كانت تحت عنوان الجيل الرقمي بين المحتوى الهابط والمحتوى الجاد. نسأل الله أن ينفع بكم ويزيدكم علما وبارك الله فيكم. الله يعني يخليك، شكرا. أني أشكرك جدا شكرا أستاذي شكرا، العزيز وأخويا عفو العزيز، دكتور، الله يحفظك وأشكر عليك. جميع الحضور. احتمال أثقلت عليكم أو أزعجتكم، لا لا عفو لكن دكتور، أتمنى الله أنه يحفظك. تكون معلومات خفيفة تظل نفكر بيها، ونتمنى إن شاء الله دائما نكون ونشارك في أسبوع ثقافة إعلامية جديد على منصة أريد. نعم تحياتي دكتور، للكل. نتشرف بكم دكتور، الله يحفظكم يا رب. الله يخليك.
نعم أحبتنا الحضور الكرام، استراحة بسيطة ومن ثم نعاود مع حضراتكم في محاضرتنا الثانية مع سعادة البروف الدكتور طه الزيبي، ومع محاضرته التنمر والإعلام الرقمي قراءة تشريعية. استراحة إن شاء الله لمدة 10 دقائق، راح نبقي القاعة مفتوحة، فمن أحب أن يبقى في القاعة فإن شاء الله راح تبقى هي القاعة مفتوحة. 10 دقائق وإن شاء الله نعود. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حضورنا الكريم، أساتذتنا الأفاضل، مرة أخرى في يومنا الختامي والأخير لأسبوع الثقافة الإعلامية، والذي كان بالتعاون بين منصة وليد العلمية وجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية. نعم أحبتنا الكرام، ننطلق سوية الآن مع قامة من قامات الإعلام والعلم، سعادة البروف طه أحمد الزيبي، والذي سيقدم لنا محاضرة مشوقة ماتعة بعنوان التنمر والإعلام الرقمي قراءة تشريعية. وعليكم أحبتنا الكرام نبذة مختصرة من السيرة العلمية للدكتور طه الزيدي. فالدكتور طه الزيدي من تولد بغداد عام 1969، وتحصيله العلمي دكتوراه فلسفة علوم إسلامية تخصص فقه مقارن، ودكتوراه فلسفة إعلام تخصص إعلام إسلامي، وله إجازات عامة وخاصة في العلوم الشرعية النقلية والعقلية. أما المناصب والوظائف والعضويات فهو أستاذ الإعلام في جامعة لاهاي العالمية للصحافة والإعلام، وأستاذ مساعد في الفقه المقارن، ورئيس جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية، وعضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي، ورئيس القسم العلمي ورئيس قسم الفتوى، تدريسي ومستشار شرعي وإعلامي، نائب رئيس رابطة الإعلام المرئي الهادف الدولية، وهو أيضا نائب رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد الدولية، رئيس تحرير مجلة الحقائق ومجلة رسالة المجتمع. أما من النشاطات العلمية فقد ترأس الدكتور 9 مؤتمرات علمية ودولية، وله من المشاركات العلمية العشرات في المؤتمرات المحلية والدولية، وهو كذلك محاضر في دورات علمية وإعلامية عدة، وقد أعد وقدم برامجا إذاعية وتلفزيونية، ونشر نحو 92 بحثا ومقالة علمية في مجلات علمية عراقية وعربية، وله أكثر من 46 مؤلفا مطبوعا، نذكر بعضا منها المرجعية الإعلامية في الإسلام، ومعجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي، تدريس الحديث النبوي وعلومه، والمرجعية في ضوء السياسة الشرعية، وكذلك الإعجاز الإعلامي في القرآن الكريم، وكتب كثيرة ما شاء الله. نعم الدكتور طه الزيدي، مسك الختام مع حضرتك، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل سعادة البنف، الصلاحية لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله دكتور. شكرا لأخي الأستاذ عدنان على هذا التقديم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد فحياكم الله وسلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نعيش وإياكم هذا الأسبوع في الثقافة الإعلامية، ويطيب لي في مبتدأ الكلام أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى منصة أريد العلمية الدولية التي أتاحت لجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية فرصة نشر المفاهيم والقضايا الإعلامية بلغة هي ليست لغة أكاديمية بحتة، إنما هي لغة تخاطب التخصصات الأخرى وكذلك تخاطب المجتمع.
وهذا هو الموسم الثاني لله الحمد والمنة. فالشكر موصول إلى أخي الدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد، والشكر موصول إلى سعادة الأستاذة الدكتورة سحر خليفة نائب رئيس الهيئة الإدارية لجمعية البصيرة التي اطلعت في متابعة إقامة هذا الأسبوع، جزاها الله خيرا، ولولا السفر لكانت حاضرة معنا وتشارك معنا، فهي قامة علمية إعلامية. أيضا الشكر موصول إلى الأستاذ عدنان والأخت صفاء، وكذلك إلى الدكتورة مريم الفريق والداعم الفني لهذا الأسبوع. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لسعادة الدكتور عبد الهادي الزيدي الذي أتحفنا بموضوع يتعلق عن المنهجية الإعلامية في مواجهة المخدرات، وكذلك سعادة الدكتور جمال عبد الناموس وهو يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وأثره في العمل الإعلامي، ثم سعادة الدكتور صفد الشمري وهو يتحدث عن الكفايات الرقمية ويأخذ العراق نموذجا، وأيضا سعادة الدكتور سيف الدين وهو يتحدث عن مفاهيم التربية الإعلامية، ومرورا بالمدرس علي داود وهو يتحدث في موضوع عن الهوية الرقمية، ومررنا أيضا بالدكتورة سعادة الدكتورة حنان حيدر وهي تتحدث عن التصفح الشخصي وكذلك الأمن الشخصي، واليوم عشنا وإياكم مع سعادة الدكتورة وفاق حافظ وهي تتحدث وتبين المعايير الضابطة للمحتوى الجاد والمحتوى الهابط، وإن شاء الله نتكلم وإياكم عن ظاهرة أخرى وكان هو العنوان العام لهذا الأسبوع يتعلق في معالجة الظواهر الاجتماعية ولا سيما السلبية ودور الإعلام الرقمي في هذا الأمر وزيادة الوعي الجماهيري وكذلك الوعي النخبوي فيما يتعلق بالتربية الإعلامية، هذا المصطلح الذي تكرر في أغلب هذه المحاضرات، وهذا يدل على حرص للارتقاء بالمستوى في التعامل مع الإعلام الرقمي على مستوى الأفراد والأسر والمجتمع. طبعا لا شك فيه أنه اليوم نتكلم عن ظاهرة أخرى هي بدأت تنتشر وتستفحل لا سيما في ظل الإعلام الرقمي، وهي ظاهرة التنمر والإعلام الرقمي، وسنركز على الجانب التشريعي سواء كان على المستوى القانوني وكذلك على الرؤية الشرعية، لأننا نتأثر دائما بالإعلام الهادف الملتزم الذي يمثل نوعا من الإعلام الذي يحاول أن يبني المجتمعات وأن يرتقي بمستوى الأفراد ولا سيما الحفاظ على القيم المجتمعية العليا. طبعا الإنسان مكرم وهو الخليفة في الأرض لإعمارها، ولذلك كان الإنسان محط اهتمام وعناية الشرائع السماوية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة، ومن أجل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية بمقاصد ترمي إلى تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وكذلك راعت هذه حفظ الضروريات التي لا تستقيم الحياة الإنسانية إلا معها، المتمثلة بحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وهذه تسمى الضروريات الخمس سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع والجماعة، وهي تمثل أيضا إطارا عاما لأثر الأصل على سلوكيات الإنسان، وهي بمجموعها هذه الضروريات تكون منظومة القيم التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية وكذلك مواثيق الشرف الإعلامي. والإنسان دائما هو محط الاهتمام والعناية، وقد خلق الله عز وجل ليكون خليفة في الأرض وكذلك لإعمار الأرض، ولكن نجد أن هذه المجتمعات التي هي البيئة الحاضنة للإنسان تتطور ولا سيما في مجال تقنيات وسائل الاتصال والتواصل، حتى عرف هذا العصر بعصر المعلوماتية، وقد حذر المتخصصون من تداعيات ثورة المعلومات وخطر التدفق الكبير للمعلومات والمعارف على المتلقين ولا سيما في العالم الإسلامي، وما سيفرزه هذا التطور من انتشار ظواهر سلبية شخص بعض هذه الظواهر الأساتذة الفضلاء في هذا الأسبوع الثقافي الإعلامي، وكذلك ما يتكلم فيه المتخصصون سواء على مستوى الإعلام أو حتى على مستوى علم النفس وعلم الاجتماع وكذلك الدراسات الإنسانية الأخرى، وهذه الظواهر السلبية تهدد هذه الضروريات التي تحدثنا عنها قبل قليل وكذلك الحياة الإنسانية، وقد أدت بالفعل إلى ظهور اعتداءات
ومنازعات لم تكن مألوفة في صورها لدى الفقهاء السابقين، وإن تكلم هؤلاء الفقهاء الأجلاء عن أصولها في مدوناتهم الفقهية، ومنها الاعتداء على مقصد عظيم من مقاصد حفظ مقاصد الضرورات الخمسة، وهو حفظ العرض، وهو أيضا كما قلنا من الضروريات الخمس. ويقصد بحفظ الأعراض، ويعبر عنه أيضا الفقهاء الأصوليون بالأصل الرابع من الضروريات، وقد يقال عنه حفظ العرض أو حفظ النسل أو حفظ النسب. وقد صرحت النصوص بحرمة الأعراض، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم. هذا كما في الصحيحين، وهذا يدل دلالة قطعية على أن الأصل حفظ العرض، ولا يجوز الاعتداء على هذا العرض بأي صورة من صور الاعتداء. ولكن ماذا نقصد بحفظ العرض؟ حفظ العرض، العرض هو عرض الإنسان، وهو حسبه وكذلك هو نفسه. ولذلك نجد أن التنمر سوف يتعلق إما بحسب الإنسان والجانب المعنوي، وكذلك قد يتعرض أيضا فيما يتعلق بالبناء المادي للإنسان، كما سوف نبين هنالك نوعين من الضرر الذي سوف يلحق المتنمر عليه، نظر مع ضرر معنوي وضرر مادي. أما العرض في الإصطلاح هو موضع المدح والذم في الإنسان، موضع المدح والذم في الإنسان، يعني هذا العرض قد يتعرض إلى الذم فيسبب أذى للإنسان، أو يتعرض أيضا للمدح فيكون نوع من أنواع المعالجة الإيجابية والارتقاء بالإنسان وتكريم الإنسان، أو هو النفس المعنوية للشخص وهي سمعته وكرامته. وحفظ العرض يقصد به صيانة الكرامة والعفة والشرف، أو كل ما يتصل بالحياة الخاصة من الأذى والذم والانتقاص والاعتداء، سواء في نفسه أو في شرفه أو من يلزمه أمره، قد يكون أحد أفراد الأسرة، ولا هو في مقدمة ذلك المرأة. وأيضا من أجل تحقيق هذا المقصد حفظ العرض، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بتشريعات وأحكام تنظم العلاقة بين البشر، وقد أحاطت هذه العلاقة بمجموعة من المبادئ والآداب الأخلاقية التي تضمن تحقيق الأهداف السامية لهذه العلاقة، وأيضا تستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بينهم، سواء كان العلاقة هنا قد يكون علاقة الذكر مع الذكر، أو الأنثى مع الأنثى، أو الذكر مع الأنثى. بهذه التقسيمات الثلاثة الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ، لأنه قد يكون هناك اعتداء من رجل على رجل أو امرأة على امرأة، هذا التنمر من الجنس الواحد، أو قد يكون التنمر من الجنس الآخر، قد تتنمر المرأة على الرجل أو يتنمر الرجل على المرأة. وهذا الحفظ قد كفلت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الأعراض، وقد حرمت الاعتداء على الأعراض، ومن صورها في الفقه كالقذف والتشهير والإساءة والسخرية، وما يسمى اليوم بالمصطلح المعاصر التنمر، وسواء تم ذلك بصورة مباشرة أو عبر وسائل الاتصال الرقمية، وهو موضوع حديثنا في هذه المحاضرة في هذه الليلة، وهي من صور الاعتداءات الإلكترونية والجرائم الرقمية. اليوم لدينا مصطلحات تتعلق بالاعتداءات الإلكترونية، وكذلك الجرائم الرقمية أو جرائم المعلوماتية أو ما شابه ذلك، أو جرائم الكمبيوتر، كلها مسميات تدل على معاني متقاربة والمسمى واحد. فالجرائم الإلكترونية هو اعتداء مادي، هو اعتداء مادي أو معنوي من قبل شخص عبر وسيلة اتصال على حق عام أو خاص بقصد إلحاق ضرر به أو انتفاع غير مستحق، محظور شرعا وعليه عقوبة. هذا التعريف هو الذي جمع كل صور الاعتداء عبر وسائل الاتصال، سواء كان الاعتداء قد يكون على الحق الخاص كما سوف نرى في التنمر، أو قد يكون حتى على الحق العام كإشاعة الفاحشة. وقد تكلمت دكتورة وفاق جزاها الله خيرا قبل قليل عن أثر المحتوى الهابط في المجتمع وأثره السلبي، وأيضا تكلم زملائي ومنهم من تحدث عن المخدرات، وهو آفة العصر ودمار الشخص ودمار المجتمعات، مرورا بالمحاضرات الأخرى التي تكلمت عن الأمن الشخصي للمستخدم والمتلقي عبر وسائل التواصل الرقمي. وفي
هذا الاعتداء قد له إما أن يعطي للإنسان استحقاق أو انتفاع غير مستحق، أو يسبب ضرر بالشخص المقابل المعتدى عليه. ودائما لابد أن يكون هذا محظور شرعا، وكذلك عليه عقوبة حتى يدرج ضمن الجرائم ولا يدرج ضمن المحرمات التي لم تترتب عليها عقوبات مادية دنيوية، إنما قد تكون العقوبات هي عقوبات أخروية. طيب، هنا بعد أن توضح لدينا ما حفظ العرض وضرورة حفظ العرض، ثم تحدثنا عن الجرائم الإلكترونية، نصل إلى التنمر. التنمر بشكل عام هو ظاهرة، لكن موقف الإسلام من التنمر بشكل عام أنه الإسلام في الأصل يدعو إلى الأخلاق والآداب الإسلامية الحسنة، وإلى البعد عن الأخلاق السيئة، ومنها التنمر على الآخرين، والذي يمارسه عادة الفتى المعتدي أو الفتاة المعتدية على من هم في سنهم أو أصغر، أو قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتمد المعتدي على قوته أو على رفقته، وفي المقابل يستغل ضعف المعتدى عليه أو انفراده. والمتنمر بفعله هذا يخالف الأخلاق الإسلامية والآداب العليا التي تدعو إلى احترام الإنسان الناس وعدم إيذاء من هم أضعف منا أو أفقر منا بالسخرية والتهكم والاستهزاء. وعادة يكون يعود على المتنمر عليه بالضرر والأذى، ولا لو كان الأمر لا يؤثر لما جعلناه في باب الاعتداء أو حتى في باب الجريمة، وسواء كان هذا الضرر جسدي أو كان الضرر نفسيا معنويا. وقد يستمر أثر ذلك إلى أن يكبر الإنسان، وقد يصل أثره سيء إلى أن يدفعه إلى الانتحار. وبعد قليل سوف نورد بعض الإحصائيات المتعلقة بالآثار السلبية للتنمر على الفرد والمجتمع، إذا لم يجد من ينتبه لحاله ومعاناته اليومية، أو يحاول أن يتدخل لنصرة المتنمر عليه أو لردع المتنمر وزجره عن ارتكاب هذه التصرفات السلبية. طبعا التنمر، إذا ذهبنا إلى التعريف، طبعا التنمر في اللغة هو من نمر ينمر، ونمر الشخص وتنمر غضب وساء خلقه فصار كالنمر الغاضب. إذن هي جاءة من هذا المصطلح، النمر فعل، ولكن أيضا غلب على هذا الحيوان المفترس، وتنمر له أي تنكر له وتغير وأوعده، لأن النمر لا تلقاه أبدا إلا متنكرا متوحشا غضبان، ولا يؤمن شره وأذاه. والتنمر التشبه بالنمر في لونه أو في طبعه، وهو كناية عن شدة الحقد والغضب، تشبيها بأخلاق النمر وشراسته. فالتنمر يطلق على من كشف له عن عداوته وعامله بقسوة أو بوحشية، هذا من حيث اللغة. ولكن لو ذهبنا إلى الإصطلاح نجده هو عبارة عن سلوك عدواني يتضمن التهديد بالأذى أو إيقاع هذا الأذى على فرد أو على طائفة، بدنيا أو نفسيا أو عاطفيا أو لفظيا. فإذا هذه صور متعددة للتنمر، كما سوف نلاحظ ذلك بعد قليل حينما نتحدث عن أشكال التنمر. أما في القانون يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة جاني، أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. هكذا نظر القانون. عادة القانون يكون مفصلا دقيقا، لأنه يعتمد على هذه الألفاظ في إثبات هذه الحالة، هل هي جريمة تنمر أم لا. ودائما يكون التعريف القانوني تعريف إجرائي حتى يضبط النصوص والقوانين والعقوبات المترتبة على هذه الجرائم والاعتداءات. أما التعريف التنمر الإلكتروني، هذا بشكل عام، التعريف التنمر الإلكتروني هو سلوك عدواني متكرر يسبب ضررا للآخرين وتعكيرا لصفوهم وأمنهم وإحراجهم على مدى
فترة من الزمن عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، مواقع التواصل، بريد، أي شيء فيه تعامل عبر هذه الأجهزة والحسابات الرقمية. كل ذلك إذا تم من خلاله الضرر والإساءة والسخرية ومحاولة العبث بهذا الشخص الضحية، فهذه كلها من صور التنمر الإلكتروني، وممكن أن نعبر عنه بأنه سلوك عدواني عبر وسائل التواصل الحديثة أو عبر تطبيقاتها يتضمن التهديد بالأذى المادي أو المعنوي أو إيقاعه على فرد أو طائفة، ويؤدي إلى حرج نفسي أو اجتماعي. إذن قد يتأثر الإنسان نفسيا أو قد يتأثر اجتماعيا، وهكذا نجد التوحد والانطوائية، وكما قلنا قد يصل إلى الانتحار. فهذه كلها من الآثار السلبية للتنمر، ولذلك حظيت هذه الظاهرة باهتمام سواء كان على مستوى الدراسات الشرعية وكذلك الدراسات القانونية، فضلا عن الدراسات النفسية والدراسات الاجتماعية. طيب، لو ذهبنا إلى صور التنمر الإلكتروني، طبعا هو التنمر الإلكتروني هو امتداد للتنمر العام بشكل عام، وكتب كثير من الباحثين في مسائل صور التنمر. وبشكل عام التنمر من صوره أن يكون اعتداء لفظيا فقط على سبيل السخرية أو الاستهزاء، أو يكون اعتداء لفظيا على سبيل الاعتداء على العرض، يعني تطعن في عرضه وفي شرفه وفي حسبه، وقد يطعن في قوميته، أو حتى الآن عندنا للأسف طعن في مذهبه أو في ديانته أو ما شابه ذلك، أو ما يكون إرهابا وتخويفا فقط ولا يؤذيه كأذى مادي، وإنما فقط يمارس عليه الإرهاب والتخويف. وبعضهم يعني يميز بين التنمر حتى ويميز بين الابتزاز الذي قد يؤدي إلى طلبات مستقبلية من الضحية على المستوى المادي وحتى على المستوى الجنسي، ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق أو الجاي أو أضيقه، هذا على مستوى التنمر المباشر. لكن قد أيضا يضطر أنه عبر الوسائل أنه يجعل الضحية يكتب أو يتوجه أو يدخل في مواقع هو لا يرغب فيها، وهذا من باب الإرهاب والتخويف والتهديد. وأيضا ما يكون بالاعتداء على ماله أو متعلقاته سواء بإتلافها أو بالاستيلاء عليها، وهذه ظاهرة عادة تكون إما في المجتمعات القريبة في الأحياء القريبة أو في المدارس. ولذلك نجد التنمر دائما الدراسات تتعلق في البيئات التعليمية والتربوية، وللأسف نجد نسبة كبيرة من التنمر يحدث في هذه البيئة، وذلك في ظل غياب السلطة في ضبط تصرفات بعض الطلاب في هذه البيئات، ولا سيما البيئات في المراحل الدراسية الأولى. إذن هذه بشكل عام. أما إذا ذهبنا إلى التنمر الإلكتروني يكون بطريق الإساءة والسخرية والاستهزاء بنشر صور ومقاطع الفيديو المحرجة للضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه ظاهرة للأسف اليوم منتشرة. ولذلك دائما نحذر أنه البنت أو حتى الشخص حينما يكون في أماكن قد لا يرغب بأن تظهر هذه الحالة، كأن يكون في الحمامات أو يكون في غرف خلع الملابس أو في موضع محرج، أو أنه تعرض إلى ضرر في أثناء الطعام أو أثناء اللعب أو ما شابه ذلك، فهذا دائما يحاول أن يتجنب أن يكون هنالك من يصور أو يسجل هذه المقاطع ثم يبدأ بنشرها وبثها، ولا سيما في البيئة المحيطة بهذه الضحية. كذلك التجاوز بالسب والشتم عبر الرسائل الإلكترونية، وهذا حقيقة اليوم انتشر، وسوف تظهر لنا الإحصائيات بعد قليل شيء مهول في هذا الجانب، أو بتشويه السمعة بكشف الأسرار أو نشر الشائعات. كل إنسان له أسراره وله الأشياء التي لا يرغب أن يطلع عليها الآخرون، فكشف هذه الأسرار وهذا هتك للحرية الشخصية والأسرار الشخصية. ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية حتى العلاقة بين الزوجين تحذر الزوجين من نشر الأشياء السرية. للأسف اليوم بسبب أنه طلب في الشهرة أو أنه يكون مردود مالي بسبب المقاطع التي تنشر على الصفحات والبرامج الخاصة والتطبيقات والمنتديات، حتى يكون ارتفاع نسبة المشاهدة ومن بعد ذلك ارتفاع نسبة المردودات المالية،
حتى وصلنا انه نظهر ما يحدث بين الزوج وزوجته حتى على فراش الزوجيه، والسخريه بالزوجه او استهزاء الزوج بالزوجه او الزوجه وبالزوج. وهذا للاسف يعني منتشر، هناك دراسات كثيره غطت هذه الظاهره للاسف، لا سيما في المقاطع الصغيره. فهذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل افضى الى زوجته وافضت اليه، اعطاها بعض اسراره او اعطته بعض اسرارها، واكيد الاسرار الزوجين في البيت كثيره، ثم ذاع سرهما. فاذا انتشر اما عن طريق الزوج او الزوجه، ولا للاسف الشديد عبر هذه المقاطع التي تصور الحياه الزوجيه بكل صورها وبكل حالاتها. ايضا من صورها التخويف والتهديد والترويع بالاعتداء على المواقع والحسابات الشخصيه للمجني عليه باختراقها او بتعطيلها. في التنمر المباشر قد يعتدي على ممتلكات الشخص، اما في الالكتروني عاده يعتدي على حساباته وعلى المواقع مواقعه، او حتى على يعني بعض المنتديات التي يؤسسها، فيبدأ بالتنمر عليه من خلال اختراقها او نشر اساءات فيها او بتعطيلها وتدميرها. طيب، هل كل اساءة تعد تنمرا؟ حتى لا نوسع دائرة التنمر وقد ندخل به بعض الاشياء البسيطة والاساءات العابرة، نجد انه المنظمات الدولية واليونيسيف وغيرها تحاول جهد الامكان ان تضع لنا معايير لعد هذا الفعل تنمرا الكترونيا ام ليس بتنمر، انما هو عبارة عن اساءة عابرة. اول معيار هو معيار التعمد الذي يتعمد فيه المتنمر الاضرار بالاخر لهدف ما، عنده هدف ويريد ان يضر، اما للسخرية او للاستهزاء او للتهديد او حتى للانتفاع، اخذ انتفاع غير مستحق. لكن اذا اكو تعمد، لان بعض الاحيان قد تكون الاساءه عفويه او غير مقصوده او قدرا حدثت، لكن التعمد هو الذي دائما يحدث في الجرائم، هو هناك عندنا تعمد وهناك خطا وشبه العمد وايضا شبه الخطا وما شابه ذلك. فاذا ايضا في التوصيف التنمر الالكتروني حتى يكون اعتداء محرم شرعا ومجرم قانونا، لابد ان يكون المعيار الاول هو التعمد في فعل هذا لهدف لديه، لهدف لديه. معيار التكرار، حيث يكرر المتنمر الالكتروني ارسال الصور او المقاطع الفيديو المحرجه او السب عبر التعليقات والرسائل الخاصه لاكثر من مره، يعني لو حدثت لي مره فقد يعفى. ولذلك حتى نجد احنا من الظروف المخففه في الجرائم انه اذا كان المجني ارتكب هذا الفعل لاول مره، حتى قال سيدنا عمر يقول ما كان الله ليكشف سر عبده من اول مره، يعني عاده حينما يمسك السارق نجد لديه سوابق، او القاتل نجد لديه سوابق لم تثبت بحقه الجريمه سابقا. فاذا دائما هذا يراعى. فاذا التكرار معناته هو ايضا قصد الاساءه والسخريه والاستهزاء وتهديد المجني عليه والضحيه من التنمر الالكتروني. اما المعيار الثالث هو اختلال القوة، اختلال القوة ان يكون ميزان القوة دائما لمصلحة المتنمر، لا سيما اليوم للاسف في ظل نوبات تكون عندنا اصبحت الطبقية، قد تكون الطبقية بسبب الحظوة السياسية او حظوة السلطة او حظوة المال او حظوة القوة البدنية، كل هذه الدوافع تغذي روح التنمر لدى الشخص، وقد يستند إلى سلطة الأب أو سلطة العائلة أو مال العائلة أو نفوذ العائلة وسلطة العائلة أو سلطة الرفقة كما قلنا قبل قليل، قد يكون أنه لديه رفقة بحيث يوظف هذه الرفقة في زيادة التنمر وفي معرفة بعدم الردع. فإذا كان هناك اختلاف في ميزان القوة لمصلحة المتنمر من حيث مقدرته على نشر المعلومة بشكل أكبر وأسرع هذا الكترونيا، مع قدرة الضحية على الرد أو الدفاع أو تصحيح المعلومة، قد لا يملك هذه القدرة على التواصل مع الآخرين، في حين المتنمر قد يكون له مهارة في استخدام البرامج واستخدام الإعلام الرقمي في النيل من الضحية، والضحية ضعيف في مهاراته الرقمية فلا يستطيع مجاراة المتنمر في ذلك. فإذا هذه المعايير وضعتها الجهات المعنية
حتى نطلق على هذا التنمر، هو تنمر رقمي من خلال التعمد والتكرار، وأيضا أن تكون لديه قوة فوق قوة الضحية والمتنمر عليه. طيب، ما هو أثر التنمر الإلكتروني؟ حتى ندرك خطورة هذا الموضوع لابد أن نذهب إلى الآثار المترتبة على التنمر. طبعا التنمر الإلكتروني يكون أحيانا مؤلما أكثر من التنمر التقليدي، رغم أن الأخير غالبا ما يكون ملموسا ويحتوي على حالات عنف بشكل مباشر أكبر. يعني التنمر المباشر أثره مباشر الحسي، لكن التنمر الرقمي عادة يكون أثره المعنوي أشد وأوسع وأكبر، أو قد يكون مستمرا. يعني قد شخص سخر من زميل له ضعيف أمام زملائه وانتهت، يجوز بعد يوم يومين تنسى هذه الواقعة، لكن قد يكون في المواقع التواصل قد تستمر هذه ويكرر المقطع أيام وليالي، بل وقد ينتشر وقد يصل إلى ملايين المتابعة لهذا المقطع، لأن التصادم يأتي بشكل مباشر. إلا أن التنمر الإلكتروني عدة صفات تزيد من فظاعته، أهم هذه الصفات هو عامل الاستمرارية والقابلية على الاسترجاع والاطلاع واتساع الرقعة. هذه عوامل مما تزيد من أثر الأثر السلبي للتنمر الإلكتروني، لأنها مستمرة وقابلة أن تسترجعها. يعني المشهد مو لقطة واحدة وانتهى، لا، هذا لقطة وتكرر. لذلك نجد أن بعض الفنانات حينما تتوب تجد المعاناة الحقيقية، أنه لا تستطيع أن تحذف المقاطع والأفلام السيئة التي مثلتها وقامت بدور فيها في أيام الضعف وأيام المراهقة أو أيام الغفلة والابتعاد عن الله عز وجل. فإذا تابت أصبحت هذا الكم من المقاطع والأفلام يعني عبئا على هذه الشخصية. وللأسف نجد أن بعض المؤسسات تتعمد بإعادة إظهار ونشر هذه المقاطع والأفلام السابقة ما قبل التوبة. وأيضا اتساع الرقعة، كما قلنا قد يكون مقطع واحد يذهب إلى ملايين الشخصيات، في حين قد تكون الواقعة المباشرة يحضرها 4 أو 5، أو في الغالب قد يكون الصف أو فتيان الحي. طيب، لو ذهبنا إلى لغة الأرقام والإحصائيات، طبعا هذه الإحصائيات بعضها من دول غربية بعضها من دول عربية، يعني لكن تقريبا هذه الإحصائيات غالبها كانت في عام 2022 وعام 2023. نجد هذه الإحصائيات تقول تعرض نحو 33% من الشباب في 30 دولة للتنمر. 33% من الشباب في هذا الاستطلاع شمل 30 دولة للتنمر عبر الإنترنت. وأظهر دراسة لهيئة تنظيمية للاتصالات في بريطانيا أوفكوم تقول أن 4 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 17 عاما قد تعرضوا للتنمر بشكل عام، بنسبة قد تصل إلى 39%، تقريبا 40%. هذه حقيقة نسبة عالية، 40% من الأطفال في هذه الفئة العمرية 8 إلى 17 عام، أي في فترة المراهقة، إلى التنمر. وهذا حقيقة فيه يعني مخاطر. كانت حالات التنمر الإلكتروني بنسبة 84%، يعني 84% حالات تنمر إلكترونية و16% حالات تنمر المباشر. إذا بدخول تقنيات وتعامل الجميع حتى من الفئات العمرية الصغيرة جدا تسببت زيادة التنمر الإلكتروني، وهذا يبين خطر التنمر والآثار السلبية المدمرة للفرد وللمجتمع. أيضا كانت الطريقة الأكثر شيوعا لتعرض الأطفال للتنمر بالرسائل النصية بنسبة 56%. يعني الطفل يتأثر بالرسالة النصية، وعادة الطفل ضعيف فيظن هذه الرسالة يعني حقيقة، ومثلا يقول له سوف أفعل كذا، فإذا به يعني يظنه فعلا راح ينفذ باللحظات أو ما شابه ذلك. فالطفل ضعيف والرسالة النصية تصل مباشر، وهو يصدق كل ما جاء في الرسالة، لا سيما إذا كان يعلم أنه الذي أرسل هذه الرسالة هو شخص قادر، كما قلنا قبل قليل، قادر على إنفاذ وفعل ما يهدد به أو ما ينال من الضحية. 18% من الطلاب الذين تعرضوا للتنمر أنه يؤثر ذلك سلبا على مستواهم الدراسي والشعور بالخوف وعدم الأمان. وهذه حقيقة، يعني ننشئ جيلا ضعيفا متخلفا دراسيا وضعيفا بدنيا وضعيفا نفسيا ومرعوب أمنيا. حقيقة هذه
تولد لنا جيلا ضعيفا مهزوزا لا يستطيع ان ينهض بالمجتمعات وبناء المجتمعات. دراسه في بريطانيا وجدت ان ما لا يقل عن نصف حالات الانتحار، يعني هذه حقيقه من الاثار الخطيره جدا، نقف عندها عمليا، ما لا يقل عن نصف حالات الانتحار بين الشباب ترتبط بالتنمر بالنسبه للنساء، ويؤدي للتنمر الى فقدان، هذا بشكل عام، اما بالنسبه للنساء يؤدي التنمر الى فقدان الضحيه الثقه بالنفس، حيث تتعرض 6 من 10 نساء لفقدان الثقه وازدياد الخجل والخوف، وقد يصل الامر بالضحايا الى الاكتئاب او حتى الى الانتحار. فنحو 8 و7 10% ممن تعرضنا للتنمر حاولنا الانتحار، و26% من هؤلاء النساء فكرنا في الانتحار، و7 من كل 10 نساء مستخدمات للإنترنت في العالم تعرضوا للإساءة في مرحلة معينة. يعني نصور، يعني خلينا نقول 70% يعني تعرضت إلى الإساءة في مرحلة من مراحل العمر، وهذا حقيقة يدل على خطر التنمر الإلكتروني. 79% من الوالدين ذكروا أن طفلهم تعرض للتهديد بإيذاء جسدي أثناء اللعب على الإنترنت، هذه إحصائية. و25% يعتقدون أن التنمر الإلكتروني أسوأ من التنمر المباشر، لاحظنا 51 يعني أكثر من النصف يعتقدون أنه التنمر الإلكتروني، والإحصائيات تثبت هذا الكلام، تثبت هذا الكلام. والسبب في ذلك سهولة تصيد الضحايا والإيقاع بهم عبر المواقع التواصل الإلكتروني، ولإهمال الكثير عوامل الأمان لحساباتهم وأجهزتهم الشخصية، قد هو لا يحسن التعامل ومهارة التعامل الرقمي. أيضا الوجود خلف شاشة بعيدة، وهذا يعطي نوع من التنمر المخفي، يعني شخص يتنمر هو قد يعلم الشخص الذي يتنمر عليه، لكن الذي المتنمر عليه لا يعلم من هذا الشخص، لذلك يدخل في دائرة الخوف، ممكن ما يظن الشخص قد يظن 3 4 كلهم يدخلون في دائرة الاتهام، وهذا مما يزيد الخوف والرعب لدى المتنمر عليه، ويشكل عائقا كبيرا للضحية لإيقاف التنمر الذي يتعرض له، مما يؤدي بالضحية في نهاية المطاف إلى شدة الاغتياب من الآخرين والانطواء على نفسه، وما مرض التوحد وانتشار التوحد إلا من آثار هذا التنمر. كذلك تشير الإحصائيات إلى أن 11%، لاحظوا هذا الرقم، 11% فقط من المراهقين الذين تعرضوا للتنمر قاموا بإخبار والديهم. يعني عندنا 89% لم خوف، أو لأنه العلاقة قد يكون العلاقة الوالدين أيضا، هذا دائما نقول آثار الجفاف العاطفي، الانسجام الأسري، الطلاق، كل هذه تؤثر، فلا يجد الابن البيئة الآمنة لدى الوالدين ليخبرهم بما يتعرض إليه من التنمر. يعني 89% لا يخبرون الوالدين، وكذلك لا يخبرون بشكل أدق السلطات الأمنية التي قد توفر له الأمن والمعالجة الدقيقة والسليمة، وإذن يفقد بذلك الدعم الأسري، ويفقد دعم السلطة والأمن بعدم إبلاغ الجهات الأمنية التي لديها صلاحيات وسلطات وخبرات كافية للتعامل مع هذه الانتهاكات. إذن نحن، إذن هذا الشخص، أنه هناك ضعف في الوعي، يعني على مستوى المدارس والجامعات وكذلك الأسر والإعلام، هناك ضعف في التوجيه. يعني نحن في العراق الآن بفضل الله عز وجل نجد أنه الشرطة المجتمعية وأيضا الأمن السيبراني استطاع أن يمسك ويلقي القبض على شبكات كثيرة، سواء تعتمد الابتزاز الإلكتروني وكذلك تعتمد التنمر الإلكتروني. فإذا لابد أن نشيع في أولادنا خير وسيلة للحفاظ عليك هو أن تبلغ الوالدين، لأنه أحرص الناس عليك هو الوالدان. وكذلك أنه السلطة، هذه من واجبات السلطة، لذلك لابد أن نجسر الثقة بين الأفراد وبين السلطة، ولا سيما السلطة المتعلقة بالأمن الرقمي والسيبراني. طيب، بعد هذه الإحصائيات الحقيقة المؤلمة والمخيفة التي بيّنت لنا الخطر الحقيقي لهذه الظاهرة الاجتماعية، ظاهرة التنمر، والتي قلنا قبل قليل أنه تغذى من قبل وسائل الإعلام كثيرا، حتى مقاطع الكوميدية كلها تسهم في إشاعة التنمر، ونجد أنه اليوم
المقاطع اكثر المقاطع تداولا، اما هي التي تتنمر على الشخص الاخر او اصحاب الاحتياجات الخاصه او الضعفاء او الرجل على المراه، بل حتى وصلنا كما قلنا الى الاسره نجد انه المقاطع التي تتنمر فيه المراه على الزوج او الزوج على زوجته او الاب على الابن او الابن على الاب، لا سيما اذا كان المستوى الاجتماعي والعلمي والثقافي للوالدين ضعيف، فنجد انه بعض الابناء يتنمرون على الاباء وينشرون وهذه مقاطع وافلام ومسلسلات اجيزت من قبل الرقابه لكن لم ينظروا. نعم سوف نضحك الناس لكننا بمرور الوقت سوف نعلم الاجيال التنمر والاساءه وتهديم الروابط الاسريه والاجتماعيه. طيب بعد هذا الامر، ما هو حكم التنمر الالكتروني وما هي عقوبه التنمر؟ طبعا نبدا بالمعالجه الاسلاميه، التشريعات الاسلاميه، ونحن لدينا الان قراءه تشريعيه ثم نذهب الى التشريعات القانونيه. طبعا التنمر من السلوكيات والممارسات المذمومه والتصرفات القبيحه كما قلنا في بدايه المحاضره في التصور الاسلامي التي نهت عنها الشريعه وذمت صاحبها، وحرم الاسلام التنمر بشتى صوره. والان ناتي الى النصوص. اولا النهي عن السخريه والاستهزاء بالمسلمين وحتى غير المسلمين، وهي احتقار الطرف المقابل والتقليل من قيمته والحط من شأنه ومن منزلته على وجه يضحك منه، فكل سخرية بغير حق تعد تنمرا ومحرمة شرعا سواء كانت بقول أو بفعل كالمحاكاة أو بإشارة، وهي محرمة شرعا لأن من حقوق المسلم على المسلم أن يحترم حرمته ولا ينتقص ولا ينقص من كرامته ولا يسعى في إدلاله ولا السخرية منه ولا الاستهزاء به. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان. هذه حقيقة، هذه سورة الحجرات تسمى سورة الأخلاق. كل آية، كل توجيه، كل آية، كل توجيه فيها هي قاعدة أخلاقية تربي الأجيال وتبني المجتمع على هذه القيم العليا، سواء كان على مستوى الشخص مع نفسه وحتى مع أسرته ومع مجتمعه. أيضا نلاحظ أن الشريعة حرمت هذه الصفات من الهمز واللمز سواء كان بين الرجال أو حتى بين النساء، وإن كل همزة لمازة. فإذا سواء كان الهمز بالفعل أو اللمز بالقول كما يذهب المفسرون، وهذا أيضا صور من صور النهي عن الاستهزاء بالآخرين أو بإهانتهم والنيل منهم. أيضا من صور الشريعة الإسلامية في تحريم التنمر هو النهي عن أذية المؤمن ماديا ومعنويا. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا من الأفعال القبيحة والأقوال المذمومة كالبهتان والكذب عليه والكذب الفاحش والمختلق والسخرية والاستهزاء، كل هذه مذمومة. حتى السخرية من قد تكون وظيفة مذمومة، فلا يجوز النيل والاستهزاء والسخرية ومن المؤمن أو من المؤمنة. والإسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا أتت الشريعة الإسلامية بتوجيه عام من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله أو في بيته. فإذا هذا الحديث فيه تحذير من احتقار أحد من أحد من مسلم آخر ومن توبيخه ومن تعييره أو التكلم بما يعيبه. فالمسلم لا يتعرض للناس بالأذى ولا يسبهم ولا يشتمهم، إذ ليس من أخلاق المسلم السب، ليس المسلم
السباب ولا بالطعام. أيضا أيضا النهي عن احتقار المسلم لأخيه المسلم أو عن غمطه، وهذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والمراد ذلك احتقار الناس وأيضا استصغارهم، وهذا حرام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونحن كما قلنا في بداية المحاضرة، التنمر هو يتعلق باعتداء على عرض الإنسان وأعراضه. أيضا النهي عن التنابز بالألقاب، النهي عن التنابز بالألقاب السيئة والوصف البذيء والتعيير بالنسب. الإنسان هو قد يولد وقد يكون نسبه بسيط، لا ذنب له في ذلك، ليس من ضمن اختياراته. فإذا أيضا لا بد أن ينتبه المسلم ولا يتطاول ويشترع وينتقص من الآخر بسبب ويستخدم اللقب السيء أو الوصف البذيء أو التعيير بالنسب. وهذه صورة من صور التنمر، وتزداد خطورتها إذا كان عبر التواصل الاجتماعي كما قلنا قبل قليل. ويقول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا هو ظلم الإنسان للإنسان حينما يتطاول عليه وينتقص أو يسخر منه لوصف أو لحالة ضعف يمر فيها. فإذا لا يجوز شرعا مناداة الأشخاص بأسماء أو صفات سيئة يكرهون سماعها. لذلك اتفق الفقهاء والعلماء كما يقول الإمام النووي على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه، وذلك دفع للأضرار والمفاسد المترتبة عليه، فكان حراما ومنه حرمة التنمر. بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد أن بعض الصحابة يتطاول على مسلم كان عبدا ثم أسلم، وإن كان نسبه بسيطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا ذر رضي الله عنه وقال، يقول أبو ذر يحكي لنا هذه القصة، يقول: سببت رجلا فعيرته بأمه، بأمه، أمة بسيطة، أمة يعني قد يكون منظرها أو لونها ليس يعني قد يكون مقبول في وجهة نظر أبي ذر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا في الصحيحين، يعني مع من أبو ذر من كبار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلت الغبرة ولا ظلت أصدق لهجة من أبي ذر. لكن لا يسامح الإسلام مهما كان الإنسان له مرتبة، لا يسامحه إذا تنمر على الآخرين أو تجاوز بالإساءة إلى الآخرين، حتى لو كان أمر هو حقيقة موجود. قد يكون الإنسان ضعيف في نسبه أو في خلقته أو في هيئة أحد أبناء أسرته. فإذا الإسلام عد هذا من الجاهلية، والجاهلية مذمومة، وكل هذه الأوصاف التي مرت بنا متحققة في المتنمر. أيضا سوف نرى صورة أخرى في الشريعة الإسلامية، يعني صورة قد تغيب عنا من صور التنمر، وهو تحريم الأذى عند الإحسان للغير ولو في باب الطاعات. يعني ليس مدعاة أنه حينما تصدق على شخص مدعاة إلى أنه دائما أعيره وأذكره بالأذى والمن، ولا سيما في المجالس العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: فلان تقول فلان ترى طلع حالته ضعيفة وأنا ساعدته، أو أنا قدمت له مساعدة، أو أنا هكذا. الآن للأسف الشديد، ومن صورها اليوم للأسف الشديد، حينما نجد بعض المؤسسات الإغاثة تظهر صور هذه العوائل العفيفة المتعففة وهي تأخذ من المعونات والإغاثة وغيرها. هذا كله قد ينتقل في مرحلة من المراحل إلى التنمر على هذه العائلة، إذا لم يكن من الذي أعطى إنما من البيئة الاجتماعية التي هو فيها. فإذا الإسلام حرم المن بالعطية. يقول الله عز وجل: قول معروف
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قد تحبط العمل كله. إذن حتى في باب الطاعات لا ينبغي للإنسان أن يتنمر على من تصدق عليه أو ساعده أو أعانه. أيضا النهاية عن إخافة المسلم بالنظر أو الإشارة، بالنظر مو إخافته بفعل مادي، بالنظر أو الإشارة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها في غير حق أخافه الله يوم القيامة. نعم، أنا ممكن أنظر نظرة خوفه حينما أراه يفعل فعلا مذموم شرعا أو في تجاوز على الآخرين، لكن أنه أنظر إلى شخص لبعض في حاله نظرة إخافة واحتقار، فهذا لا يجوز، وكانت المعاملة بالمثل، أخافه الله يوم القيامة. وقال العلماء هذا الحديث للإشارة إلى أن مجرد الإخافة يترتب عليه العقوبة يوم القيامة، فكيف بما فوقها من أنواع المظلمة. فإذا لا بد للمسلم أن ينتبه ونشيع هذه الثقافة، فالتنمر من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، ويمثلان المكانة التي ينالها الشخص في الجماعة، وتتكون من رصيد سمعته الموروث والمكتسب وناتج من تصرفاته وسلوكه في محيط مجتمعه. فإذا كل هذه الصور حينما تنهى الشريعة وتذم الشريعة هذا الفعل مدعاة إلى تنفير الناس من ارتكاب التنمر على الآخرين. لذلك نجد أن التنمر في الشريعة الإسلامية ذهب الفقهاء إلى أن هذا السلوك يوجب التعزير الشرعي في حق صاحبه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولو هيبوا أي خوفوا ولم يبلغوا قتلا ولا أخذ مال عزروا. يعني إذا خوف الشخص أو استهزأت بشخص ولم تأخذ منه مالا أو لم تؤذيه بدنيا، هذا عليه التعزير. ويقول الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى: والمراد عندنا الحبس في حق من خوف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل، مجرد تخويف أو نظر تخويف أو استهزاء أو استصغار. ويقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى من الفقهاء المالكية: وإن لم يقتل ولا أخذ المال تعين نفيه وتعين حبسه ببلدة حتى تظهر توبته. وهذه حقيقة أدخلوه في باب الحرابة، لاحظنا يعني التخويف أدخلوه في باب الحرابة والمحاربة لله ولرسوله. لذلك يقول الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي: إذا أخافوا السبيل أي الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض. إذن أكو عقوبات تعزيرية على من يفعل التنمر على الآخرين ويخوف الناس ويستهزئ بالناس ويستصغر الناس، فيترك أثرا سلبيا على نفسهم، فيجعل البعض منهم لا يخرج من بيته ولا يمارس حقوقه الطبيعية. وعليه فعقوبة التنمر الإلكتروني التعزير، وهي عقوبة يترك تقديرها للسلطة بحسب ما تراه رادعا وزاجرا من ارتكاب هذا الفعل مستقبلا. والأخذ بالقوانين والتشريعات هو باب من أبواب الشريعة الإسلامية في هذا الجانب. إذا ذهبنا إلى التشريعات القانونية، فللأسف الشديد نجد أكثر الدول للأسف اليوم لم تشرع قوانين متعلقة بالجرائم الإلكترونية والحماية الإلكترونية، إلا بعض الدول التي استشعرت خطر الجرائم الإلكترونية ومنها التنمر. فنجد أنه نجد مثلا المملكة العربية السعودية قد قننت عقوبة التنمر الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى عام وبغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، وشددت إذا كان حتى لو كان يتخفى بأسماء مستعارة لا يشكل عائقا للقبض على المتنمر. فهذا حقيقة يعطي فرصة، أولا زجر، لا أظن أن نفسك إذا استخدمت حساب وهمي أو اسم مستعار أنك سوف تنجو، وهذا يدل على القوة، قوة الأمن السيبراني في هذه الدول وقدرتها على تعقب الحسابات حتى لو كانت من حسابات وأسماء وهمية أو مستعارة. أيضا دولة الإمارات كافحت دول أشكال التنمر من خلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يعاقب القانون في الإمارات بالحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم
كل من سب أو أسند أو وقع إلى الغير أو بخطاب كراهية وتمييز عبر الإنترنت أو من وسائل التقنيات المعلوماتية. وحتى مصر نجدها أيضا لها في قانون قد قننت جريمة التنمر الإلكتروني بكل حزم ومن خلال سن عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 30,000 جنيه لتقريبا 960 دولار. فإذا هذه التشريعات والقوانين تعمل. نحن في العراق ليس لدينا قانون إلى الآن، رغم كن طرق في 3 أو 4 دورات برلمانية، لكن إلى الآن لم يشرع قانون جرائم المعلومات والحماية الإلكترونية. وإذن التنمر يرجعون فيه إلى قانون العقوبات العراقي، لا سيما في المواد من 430 إلى 432 التي تأخذ فيها التهديد وما شابه ذلك وتستند إليها. نعم، اليوم في العراق هناك جهود طيبة ومتميزة في هذا الجانب فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني وكذلك بالتنمر الإلكتروني، وكل من يتقدم بشكوى تأخذ موضوع الاهتمام والجدية، وفعلا تتم تتبع مصادر التنمر ومحاولة ردع هذه الجهات بكل حزم وبشدة. طبعا الآن تكلمنا عن التنمر وخطورة التنمر وأثار التنمر والتشريعات، الآن هناك معالجات أخرى قد لا تكون ضمن دائرة القانون، ما نسميها اليوم كما قال الزملاء التربية الإعلامية والتربية الرقمية، وهذه مسؤولية تضامنية تقوم بها الأسرة ويقوم بها المجتمع وتقوم بها حتى السلطات. فإذا كيف تتم المعالجة عبر مسارات عدة، منها أولا ما يتعلق بالمتنمر، بأن يتم نصح المتنمر وبيان خطأ هذا السلوك. يعني لو بعض المتنمر لو علم بأنه هذا الفعل مالته سوف يدفع الضحية إلى الانتحار، قد يكون له رادع وخوف أنه يظنه فقط مجرد حتى يضحك الآخرين، لكن قد لا يعلم الآثار المترتبة على هذا الأمر. فإذا نحتاج إلى بيان خطر أثر التنمر، وننصح المتنمر بالكف عن ذلك حتى لا يكون سببا في هلاك نفس أو دمار نفس أو ضياع نفس أو تعطيل مورد بشري كان فاعلا ثم أصبح خاملا بسبب انزوائه أو توحده، وأيضا تحذيره من تكراره بترتيب عقوبة تعزيرية بحقه. أيضا تحجيم التفاعل الجماهيري مع سلوك المتنمر، أخطر شيء حينما تبث مقاطع تتضمن تنمرا بصورة كوميدية فيصبح المتنمر يعني شخصية محبوبة في المجتمع وقد تكون مقبولة. وللأسف الشديد احنا الآن نجد انه الذي يتابع الأفلام والمقاطع التي تتناول ظاهرة التنمر من خلال الدراما ومن خلال التمثيل وغير ما شابه ذلك، للأسف يعني فقط المتنمر عليه والضحية ليس له إلا طريق واحد، أن يمتلك القوى الخارقة. هذا ما نجده في الأفلام، تجد انه شخص تعرض للتنمر ثم جاءته قوة خارقة غير طبيعية واستطاع أن ينتصر في نفسه ويصبح بطلا. ليس كل المتنمر عليه يملك هذه القوة، إنما لابد أن يكون لديه قوة المجتمع وقوة الارتقاء بالنفس بشخصيته وليس بخيالات القوة الخارقة. أيضا تربية المتنمر عليه على معاني الفروسية والسعي لتقوية إرادته، لذلك الشريعة الإسلامية حثت على ركوب الخيل، على الرمي، على السباحة، هذه التي تعطي الإنسان. حتى احنا في العراق كنا نقول انه اذا تريد الشخص يتربى يدخل الجندية، كانت الخدمة الإلزامية، فتجد حتى الشخص البسيط والضعيف والمهزوز الشخصية حينما يدخل الجيش والجندية في الخدمة الإلزامية نجده يتخرج اصبح له شخصية وله قوة ويستطيع ان يتدبر نفسه واصبحت لديه شجاعة في مواجهة المواقف التي قد تنال منه او تستهزئ به او تحتقره. ايضا نصرة المتنمر عليه وبيان مكانته في المجتمع، وايضا في الشريعة تبين انه قد يكون هو افضل عند الله سبحانه وتعالى من الذي تنمر عليه.
يعني قد الشخصية اللي قد نراها ضعيفة وبسيطة هي عند الله أكثر قبولا وأكثر قربا وأكثر سموا من المتنمر عليه، وهذا هو جانب معنوي سوف نأتي على شواهد من السنة النبوية في هذا الجانب. أيضا توظيف وسائل الإعلام الجماهيرية والرقمية في الارتقاء بالوعي الجماهيري، كما اليوم احنا عندنا اسبوع الثقافه هذا الموسم الثاني، وجزا الله خيرا القائمين على منصه اريد، طبعا حتى مؤتمرات ومحافل منصه اريد دائما تركز عن علاقه الجامعات بالمجتمع، العلم والمجتمع والمسؤوليه المجتمعيه، كل ذلك من اجل ان نرتقي بالمجتمع ضد هذه الظواهر السلبيه. وكذلك جمعيه البصيره لبحوث التنميه الاعلاميه دائما حتى اغلب مؤتمراتها، احنا لدينا المؤتمر الثالث هو كان بعنوان التربيه الاعلاميه، ثم اخذنا الاعلام الرقمي والقيم الاجتماعيه، ثم اخذنا الوعي المجتمعي والامن الرقمي، كل هذه العناوين كانت حاضره عند قاده جمعيه البصيره، وهم يحاولون ان يؤدوا المسؤوليه المقاطعه على عاتقهم في الارتقاء بالوعي الجماهيري وحفظ والبناء المجتمعي ضد هذه الظواهر الاجتماعية السلبية. أيضا تعزيز الأمن السيبراني لتحجيم ظاهرة التنمر الإلكتروني، وهذا شيء مهم جدا ولا بد للدول، والآن نجد الحمد لله أن الدول بدأت تملك قدرة ومهارات عالية وخبرات متراكمة في هذه في هذا الجانب، وهذا فعلا مما يقلل دائرة التنمر الإلكتروني حينما نجد، ولا سيما اذا تم انه تهديد الشخص، ترى المره الاولى الثانيه قد الثالثه نكشفك امام وسائل الاعلام ونحذر منك، وقد تصبح انت ضحيه لتصرفاتك الخاطئه. ايش هي ثقافه الردع القانوني للتنمر؟ هاي الثقافه القانونيه، يعني احنا الان غالبا نسعى الى الثقافه الشرعيه، لكن قد تكون ثقافه شرعيه غير ملزمه، يعني الفتوى غير ملزمه، لكن الثقافه القانونيه هي الملزمه وهي التي تكون باب الرادع، كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب الآن بعد أن من أين لنا هذه القواعد المعالجات الشرعية، نذهب إلى بعض النصوص وأختم بها المحاضرة. أولا طبعا كما مر بنا قبل قليل الآية القرآنية الرائعة في سورة الحجرات، وكل قرآن رائع، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذه سورة الحجرات والآيات التي ابتدأت بخطاب من الباري عز وجل إلى المؤمن يا أيها الذين آمنوا، تكررت كلها لبناء الشخصية الإيجابية وتحجيم الشخصية السلبية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أشتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأرق، صعد على شجرة ليقتطع عود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السواك، ثم مرت ريح و كشفت عن ثوبه فظهرت دقة الساق، دقة ساق هذا شيء خلقي زين، وكان في ساقه دقة فضحك القوم من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا القوم هم الصحابة رضي الله عنهم. وقد يكون هذا الأمر احنا قد نقع فيه، يعني حينما نرى في موقف مضحك فنضحك. قال عليه الصلاة والسلام المربي الأول ما يضحككم؟ قالوا من دقة ساقي، يعني ساق، وهذا جانب كما قل بدني لا علاقة للإنسان فيه، هذا قدره الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى المعالجة، قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إذن مكانة هذه الساقين عند الله عز وجل، لأن هذا من الصحابة ومن الذين أظهروا القرآن ومن الذين دافعوا عن الإسلام وممن حرص على الجهاد في سبيل الله ونشر العلم، وهو بحر من بحور العلم. اليوم كثير من الفقهاء ناخذ من عبد الله بن مسعود، وايضا وهو من طبقه المكثرين في الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في التفسير بصمات هذه الشخصيه. اذا لو حتى لو كان دقيق الساق فهو عظيم وثقيل عند الباري عز وجل، ومن ذا الذي يداني هذا الامر؟ اذا حق علينا ان نقبل قدم عبد الله بن مسعود لا ان نسخر منها. ايضا في قصه المراه التي اعترفت بالزنا، ظاهر الان امراه اعترفت بالزنا وطلبت إقامة الحد عليها، ثم أمر بها فرجمت هذا الحد الذي كان هو الحد الذي شرعه الإسلام. ثم لحظة، فالظاهرة عظيمة جدا، حتى لو أقيم عليه الحد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر
تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال لقد تابت. انظر، يعني هذا هو مر بموقف ضعيف، هذه المرأة مرت بموقف ضعيف، وهي هي التي طلبت أن تطهر من خلال إقامة الحد عليها. قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يمكن كثير من الناس يقول والله عم هنيالها هاي الآن، إذن من لحظة أنه الاحتقار إلى لحظة الافتخار. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ كثير منا قد لا يستطيع أنه يقوم بهذا الموقف البطولي وهذه الشجاعة النفسية، ولا سيما من امرأة، وأي امرأة، امرأة حامل ثم وضعت طفلها. وفي رواية أقبل خادم بن الوليد رضي الله عنه فرمى هذه المرأة في أثناء الرجم، فتطاير الدم على خالد رضي الله عنه فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، أي صاحب الضرائب، لغفر له. ثم أمر بها فصلي فصلى عليها. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني غيرة النساء، غيرة الضرائر، فقالت حسبك من صفية، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أيضا، لكن غيرة النساء، حسبك كذا وكذا، فقط أشارت بيديها إلى أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام، لنسمع هذا التربية النبوية، لقد قلت كلمة ما جامل فيها، مع أنه هي أحب الزوجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو خلطت هذه الكلمة في بحر لتلوث هذا البحر. ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا لابد أن نربي الأجيال على هذه المعاني، معاني القوة والشهامة، وحتى يكون لديه قوة ذاتية في إيقاف المتنمر عليه من أن يزداد تنمرا أو إساءة أو احتقارا. إذن هذا هو القراءة التشريعية، سواء كان من النصوص الشرعية وهي الأصل، وكذلك من النصوص القانونية في معالجة ظاهرة خطيرة منتشرة ازدادت انتشارا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الإعلام الرقمي، ومن خلال البعد الكوميدي في نشر هذه المقاطع السلبية. أشكر لكم حسن الإصغاء، وأشكر لكم حسن الاستماع، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما بينا في هذه المحاضرة التي نختم بها هذا الأسبوع، أسبوع الثقافة الإعلامية. وأنا شخصيا استمتعت بالمحاضرات السابقة لإخواني وزملائي وزميلاتي في جمعية البصيرة، الذين أسهموا بفاعلية في إنجاح هذا الأسبوع من خلال المحاضرات العلمية القيمة، وكذلك المحاضرات الثقافية التي خاطبت العقول وكذلك القلوب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وننتظر منكم أي مداخلة في هذا الشأن. أستاذ عدنان، بارك الله بك دكتور، بارك الله بك على هذه المحاضرة القيمة والماتعة، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم. بارك الله بكم دكتور. نعم أحبتنا الكرام، حضورنا الكريم، أساتذتنا الأفاضل، كل الشكر موصول لسعادة البروف طه الزيدي. ونفتح الآن باب المناقشة لمن أحب أن يستزيد أو يطرح سؤالا، فإما أن يرفع أداة اليد أو أن يضع سؤاله في الشات. نعم معنا سعادة الدكتور عثمان، تفضل حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. أحسن الله إليكم وسدد خطاكم وجعل كل ما قدمتموه في موازين حسناتكم. حقيقة استمتعنا بهذه المحاضرات العلمية القيمة التي تدفقت علينا ب معلومات قيمة. هذه المعلومات
التي يندر الإنسان أن يجدها في كتاب أو في موقع من المواقع. فقد اجتهد العلماء الباحثون في لملمة شتات الأفكار العلمية الحديثة والتي نحن بحاجة ماسة لها. اليوم جال بنا الدكتور طه الزيدي، الأستاذ الدكتور طه الزيدي، إلى مسألة التنمر، وهي مسألة ظهرت بقوة في السنوات المتأخرة. حقيقة الشرع الإسلامي وضع قيود لهذه المسألة، والدكتور مشكورا جاء بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تشير إلى ذلك. وقد اقتنعت أنا شخصيا بأن الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة، سواء كانت حديثة أم قديمة، إلا ووضع لها أحكامها سواء علمناها أم جهلناها. بس فقط أريد أن أطرح قضية تبدو بسيطة لكنها متكررة. أننا في الإلكترونيات أو في العالم الإلكتروني نشهد انتهال شخصية، كأن يكون اللصق والقص واللصق لي أو صناعة هيكل لإنسان، تجد أثر وجهه هو، لكن الأشياء الأخرى تركيبية وقد يراد بها تنمر هذا الإنسان والاستهزاء به إلى ما هنالك من الأشياء التي ذكرها سعادة الأستاذ الدكتور. إلا أن مثل هذه الأحداث في التشريع الإسلامي هل نجد له ضابط، أو في التشريع الجنائي الوضعي نجد له ضابط؟ وإن كان الأمن السيبراني الذي يعني استجد كثيرا في كثير من الدول حاول أن ينظم هذه الأشياء، وبالتالي مثل هذه الغرامات التي توضع للعابسين بشخصيات الناس، هل هذه تكون رادعة بأن لا تتكرر مثل هذه الأفعال؟ وكثير منها نجدها في الدعايات، كثير منها نجدها في الدعايات، والمرأة متعرضة أكثر من الرجل للتنمر في العالم الحديث. لذلك أريد أن يوسع لي سعادة الدكتور الأستاذ الدكتور الزيدي في هذه المسألة، لعله له إلمام به. بارك الله فيكم وشكرا، جزاكم الله خيرا. بارك الله بك دكتور عثمان. والدكتور طبعا ما شاء الله يعني حضر معنا جميع المحاضرات، بارك الله فيك. نعم دكتور نعم. طه نعم، شكرا أستاذ عثمان على هذه الإشادة بالمحاضرة وكذلك بالأسبوع والمحاضرات، وهذا حقيقة نسأل الله عز وجل أنه القبول والنفع حتى نؤدي المسؤولية المقاطعة على عاتقنا، ولا سيما من جمع بين تخصص الإعلام والشرع فالمسؤولية مضاعفة أكيد. وأيضا مثل ما تفضلت أنه الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام لتضبط هذه التصرفات وتتميز الشريعة. طبعا بفضل الله عز وجل انا يعني الدكتوراه الماجستير كانت في جرائم المعلومات في الفقه والقانون، والدكتوراه في نظريه الجزاء في الفقه الاسلامي، وتوصلنا الى انه خير ما يردع الانسان هو التشريع السماوي. لماذا؟ لانه هو الوحيد الذي يملك السلطه في ترتيب عقوبات دنيويه وعقوبات اخرويه، وقد تكون العقوبات الاخرويه اكثر ردعا وخوفا. ولذلك نجد أنه بعض الاعتداءات قد لا تترتب عليها عقوبة مادية لكن عقوبتها فقط معنوية،
سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وهي قد تكون أكثر زجرا. ما يخص انتحال الشخصيات ونقل كلام، أو أنه الشخص قد يقوم بالتمثيل، ولا سيما النساء والأطفال، أكيد هذه موجودة. طبعا أنا في كتاب جرائم المعلومات قسمت إلى 4 مجالات، ومن ضمنها المجال المتعلق بجريمة التزوير بكل صورها، سواء كان التزوير المادي أو حتى التزوير المعنوي عبر الإعلام الرقمي. وهنالك نصوص كثيرة في القرآن والسنة نهت عن التزوير وقول الزور، وعلى المحاكاة والسخرية بالمحاكاة، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحاكي الرجل يعني حاكي في مشيته وما شابه ذلك. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. فهذه الأشياء ونصوص كثيرة فيما يتعلق بالتزوير، شهادة الزور، وكذلك قول الزور، وحتى عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وقد أيضا تفسد حتى العبادات ومنها الصيام وتقلل من أجرها. فإذا الشريعة الإسلامية نعم وضعت ضوابط ورتبت عقوبات، سواء كانت عقوبات الحد أو عقوبات التعزير، وأعطت مساحة للسلطة القضائية في تقدير العقوبات التعزيرية من أجل الردع وتحجيم الآثار السلبية في المجتمع، ومنها إشاعة الفاحشة. فإذا هذه الجريمة سواء كان بصورتها المادية المباشرة أو الرقمية، نعم هنالك تشريعات لضبطها ولمنعها ولردع القائم بها فيما يتعلق بانتحال الشخصية، وحتى في البعد يعني المعلوماتي. اليوم عندنا انتحال يعني شخصية، سرقة جهود، ما تسمى اليوم السرقة العلمية وما شابه ذلك، كلها هذه لدينا نصوص في القرآن والسنة، وكذلك أقوال للعلماء، بل ألفت كتب مستقلة كما للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن هذه الاعتداءات بانتحال الشخصيات أو انتحال أقوال الشخصيات، أو أنه يظهر ليس بصفته، وهذا ما يجعله في المستقبل موضوع التنمر. ولذلك نجد أنه يعني يعني حتى يمكن أتذكر أحد في الرسالة، يعني ذكر في حينها المخرج مصطفى العقاد اللي مثل دور وحشي، يقول مما يعني غفلنا عنه أنه هذا الشخص تعرض للإساءة والتنمر من قبل المجتمع، يعني في بلدته أي طريق يمر به يرمى بالحجارة من قبل الناس، باعتبار أنه هذا الناس تأثرت مع الفيلم وظنوا هذا هو فعلا قاتل حمزة رضي الله عنه، فاضطروا إلى أن يدفعوا تعويضات مالية له ما بعد الإنتاج. فإذا لكن نجد أنه هذا الأمر كما قلت أنا، مسألة أنه الإعلام وإظهار الشخصيات وقد يكون مدعاة إلى التنمر عليها واقعا، فلا بد أن يكون هذا حاضرا في من يلج هذا المولد وهذا المدخل في التمثيل وفي الفن والإعلام أيضا. فإذا هذه قضية حقيقة من القضايا أيضا المعاصرة، وهنالك جهود وبحوث في هذا الشأن، ولم نكتفي بالكتابة فقط، إنما لدينا محاضرات وورش في ويعني حتى دخلنا في هذا الجانب في الجامعات وفي الإعداديات وحتى في بعض مؤسسات الدولة للتحذير من هذه القضايا وهذه الجرائم، ولا سيما جرائم التشهير، التزوير، وكذلك جرائم يعني السرقات العلمية. نعم، شكرا نعم شكرا دكتور طه، الله يحفظك. نعم، معنا مداخلة أخرى من الدكتورة فاطمة، تفضلي دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتورة، عليكم مرحبا. السلام ورحمة الله. يا هلا مرحبا، جزاكم الله خير، ما شاء الله يعني مبدعين في هذا الأسبوع الثقافي، بارك الله فيكم. دكتور طه، جزاك الله خير، ما شاء الله يعني موضوعك رائع. فعلا الإمارات يعني قامت بسن عدد من القوانين فيما يخص يعني الجرائم الإلكترونية منذ تقريبا من عام 2008. كان هناك قانون بشأن إصدار لائحة مزودي خدمة التصديق الإلكتروني،
كذلك في 2014 كانت هناك لائحة تنظيم استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي، وكان هناك أيضا مرسوم في سنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات تقنية. أيضا كان هناك مرسوم اتحادي في 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وأيضا مشروع في 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. نحن الآن طبعا بصدد الذكاء الاصطناعي، وبالتالي نحن الآن بحاجة إلى سن قوانين خاصة بما يحدث من جرائم في يعني وسائل التي تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وكذلك نحن بحاجة إلى سن قوانين تشريعية أيضا لبيان بعض الأحكام للقضايا التي تحدث في الذكاء الاصطناعي. جزاكم الله خير. شكرا دكتورة فاطمة، بارك الله فيكم. شكرا دكتورة فاطمة على هذه حقيقة الإضافات الرائعة التي أكملت صورة المعالجات القانونية للجرائم الإلكترونية ومنها جريمة التنمر الرقمي. وأنا أقولها بصراحة دائما، لابد أن يكون طبعا الفقه الإسلامي فقه حيوي قادر على المواكبة، وكذلك القوانين لابد أيضا تكون حيوية قادر على المواكبة وعدم التراخي، لأنه إحنا بصراحة نقولها كل يوم نتأخر في إصدار تشريع لردع هذه أصحاب هذه الجرائم، فقدنا ضحية وضحية وضحية، ورأينا الأرقام. يعني لذلك لابد أن تتكامل السلطة التشريعية المتمثلة بفقهاء الشريعة، وأيضا السلطة التشريعية المتمثلة بفقهاء القانون والتشريعات في الدول العربية والإسلامية، من أجل أنه حماية المجتمع، من أجل تحجيم الجرائم، من أجل إشعار الضحايا بالأمان والاستقرار، وأنهم سوف ينصفون وسوف يكشف الجاني مهما تخبأ ومهما ابتعد ومهما مارس من سلطة ومهما أيضا ملك من سلطة. فإذا هذه حقيقة بادرة تدل على أن الوعي، وفعلا الإمارات من الدول المتقدمة في الضبط، وخاصة هي تبنت الحوكمة، وهذه كلها مما سهل أنه يتمتع المجتمع باستقرار وكشف الجرائم في خلال لحظات وساعات معدودة في هذا الشأن. ونأمل أنه الدول، لا سيما الدول ذات الكثافة السكانية، أو أيضا أنه دخلت التقنيات من غير استكمال المهارات والثقافة الرقمية والتربية الرقمية، نأمل أنه تنضج وتسارع في سن هذه القوانين التي سوف تعزز الأمن المجتمعي وكذلك الأمن السيبراني، من أجل حفظ كرامة الإنسان وأيضا الاستقرار المجتمعي وأيضا البناء المستقبلي للأجيال. شكرا دكتور فاطمة. شكرا دكتورة فاطمة، شكرا دكتور طه. طيب معنا الآن مداخلة أو مشاركة من الدكتور سيف السويدي، فليتفضل. مشكورا دكتور، الصراحة معك، وأرجو أن يكون الخلل في الإنترنت تم إصلاحه. تفضل سعد الدكتور. دكتور سيف، معك الصلاحية، تفضل. دكتور سيف السويدي، تسمعني دكتور؟ طيب عسى أن يحل الخلل بينما نأخذ مداخلة الباحث بالوافي عبد الرحمن، وأرجو أن تكون المداخلة سريعة لو تكرمت بسبب ضيق الوقت. تفضل أستاذنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي للجميع مع حفظ الألقاب ورتب المهام. على كل حال، بالنسبة جميل أن تسن التشريعات والقوانين من أجل الردع، لكن أكبر رادع للإنسان
والذي يجب أن يكون أن ينبع من داخله وهو الضمير. ضمير الضمير إذا كان نعم إذا كان الصوت يتقطع أستاذ عبد الرحمن بالوافي عبد الرحمن، الصوت غير واضح. نعم الصوت غير واضح، ما يعني للأسف غير واضح الصوت. تفضل. قلت أكبر رادع للإنسان هو ضميره. إذا كان لديه وازع ديني ولديه خوف من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يردعه حتى ولم إذا لم تكن هناك قوانين أو تشريعات. والإنسان الذي ليس له ضمير ربما حتى القوانين والتشريعات لا تردعه، لأن نرى هناك أكبر يعني أكبر خطر يهدد العالم الآن هو ربما المخدرات، لكن ورغم سن القوانين في جميع الدول بالنسبة للمخدرات لكن لا نزال نرى الكثيرون يتعاطون المخدرات رغم أنه ربما جاره يصاب بهذا يعني المصيبة، لكن تجده وربما يدخل للسجن، ولكن تجد الدار الآخر بعد أيام يدخل للسجن. وبالتالي الضمير هو الضمير للأسف. الصوت مش عارف الصوت سبب تاع الصوت سبب الصوت مش عارف الصوت يتقطع أستاذ بالوافي. ماشي نعم شكرا أستاذ بالوافي على هذه المداخلة. فعلا احنا نقول انه الان في المعالجات لدينا 3-4 انواع من المسؤولية. المسؤولية الاولى التي نؤكد عليها هي المسؤولية الذاتية، المسؤولية الاخلاقية اللي يطلق عليها الضمير اللي احنا نسميه الوازع الداخلي. هذا الشيء اللي نؤكد عليه. لماذا؟ لان هذا الذي هو يستطيع انه بدافع ذاتي انه يبتعد عن الارتكاب الجريمة أو الإساءة أو التنمر أو الابتزاز وما شابه ذلك. وهذا هو الأساس الذي عملت الشريعة الإسلامية على تربيته في داخل الإنسان، وهذه هي التربية الأولى، واليوم يطلق عليها التربية الإعلامية والتربية الرقمية، وهي تنال محط اهتمام الباحثين في هذا المجال. ثانيا المسؤولية المجتمعية، المجتمع أيضا يعد حارس أمين في ردع الضحية، ردع الجاني ونصرة الضحية والمظلوم. وأيضا المسؤولية الثالثة هي المسؤولية القضائية والقانونية، فهذه هي التي تعزز الردع من خلال تشريع القوانين الرادعة وإقامة الحدود والعقوبات. وأعلاها والإطار العام الذي هو يشمله هي المسؤولية والاستشعار الديني. فإذا الوازع الديني أكيد من أقوى الأسباب في التربية وتقليل دائرة الجرائم، وسواء كان على مستوى يعني ردع الجاني أو نصرة المجني عليه وتقوية المجني عليه. وحقيقة هذه هي التي نعمل عليها من خلال الإعلام الهادف في تعزيز المسؤولية الدينية، وهذه يتولى نشرها علماء الدين والدعاة والأئمة والخطباء ووسائل الإعلام الهادف في نشر هذه النصوص التي كما قلنا لها قدرة على التأثير في الفرد، سواء حتى لو استطاع أن الجاني أن يفلت من القانون في الدنيا فيعلم بأن الشريعة قد جعلت أمامه ما لا يستطيع أن يفلت منه، وهو العقوبة والحساب الأخروي في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن كلنا مسؤولون عن تعزيز هذه الأسس الأربعة في حماية المجتمع ومن هذه الجرائم والاعتداءات الذاتية والمجتمعية والقضائية والدينية. نعم دكتور طاهر بارك الله فيك. أظن أنه إن شاء الله دكتور سيف يعني الآن معنا. دكتور سيف تفضل إن كنت جاهزا. كريم وأستاذتنا الأكارم، وصلنا إلى ختام أسبوع الثقافة الإعلامية في موسمه الثاني، والذي كان أسبوعا حافلا بالعطاء المعرفي والفكري بفضل جهود المشاركين الذين أثروا الفعاليات بمحاضراتهم القيمة.
في الختام، لقد كانت كل محاضرات بمثابة بناء لجسر الفهم والوعي. تعلمنا خلاله كيفية التعامل مع المعلومات والتقنيات الجديدة بشكل نقدي وواع. أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الأسبوع الثقافي الإعلامي، والذي كان بالتعاون بين منصة أريد العلمية وجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية، متمثلة بالدكتور طه الزيدي رئيس جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية، والدكتورة سحر خليفة، وكذلك جميع الأساتذة المشاركين معنا في الأسبوع الثقافي الإعلامي. وأشكركم أنتم الحضور الكريم على مشاركتكم الفعالة وتفاعلكم المستمر. فلنحمل معنا هذه المعارف والمهارات إلى حياتنا اليومية لنكون مسؤولين ومستهلكين واعين للمعلومات. شكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا شكرا دكتور سيف على هذه المداخلة، بارك الله فيك. نعم معنا أيضا المداخلة الأخيرة أحبتنا الكرام، ستكون إن شاء الله مولاي مصطفى المقدم، تفضل. أستاذ مولاي مصطفى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أشكركم جميعا على اختيار هذا الموضوع، وعلى كل من سهر على هذه الندوة المباركة. فيما يتعلق بالتنمر فهو يعتبر مشكلة اجتماعية خطيرة تؤثر على العديد من الأفراد في مجتمعنا، وقد أصبح الإعلام الرقمي وسيلة رئيسية لنشر وتسليط الضوء على حالة التنمر. من الضروري أن ننظر إلى هذه القضية من منظور قانوني وتشريعي لضمان حماية الأفراد ومعاقبة المتنمرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلعب وسائل الإعلام الرقمية دورا مهما في توعية الناس حول خطورة التنمر وكيفية التصدي له. يجب على الإعلام الرقمي أن يكون مسؤولا في نشر المعلومات بشكل صحيح وموضوعي، وعدم تشجيع السلوكيات الضارة وتبرير التنمر. على كل حال، يجب على المجتمع بأسره العمل معا لمكافحة التنمر وحماية الأفراد منه، كما يجب أن نعمل على تعزيز الوعي والتثقيف حول هذه القضية، وتشجيع الناس على الإبلاغ عن حالات التنمر والتضامن مع الضحايا. إن التنمر ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال، ويجب أن نعمل معاً لإنهاء هذه الظاهرة الضارة وبناء مجتمع أكثر تسامحاً واحتراماً. أشكركم جميعاً جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم دكتور طه، كلمة ختامية حتى نختم إن شاء الله. نعم، حقيقة لا أسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى منصة أريد وإلى القائمين في جمعية البصيرة، وكذلك إلى الفريق الفني، وأيضا الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذا الأسبوع وحرصوا على متابعة أغلب المحاضرات، وهذا يدل أننا جميعا نستشعر المسؤولية في الحفاظ على مجتمعاتنا، بل الحفاظ على أسرنا، لأنه الآن بعض هذه الجرائم دخلت إلى بيوتنا واستهدفت أبنائنا وبناتنا، سواء قد يكون بعض أبنائنا هو الجاني أو قد يكون هو الضحية. فإذا الحرص في نشر الوعي كما قال مولاي مصطفى جزاه الله خيرا، نعم نحن نسعى، وحتى المؤتمر الإعلامي في المحفل هو الوعي الجماهيري. فإذا إن لم يكن هناك وعي لن يستطيع القانون لوحده أن يردع. فإذا لابد يكون هناك وعي وثقافة، ثقافة إنه تحصين الفرد والمجتمع، وثقافة الحلال والحرام والثواب والعقاب، وثقافة أيضا القانون، وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كل هذه المعاني حاضرة، وقبل ذلك كيف نربي الإنسان على الخير وأن يكون صالحا مصلحا. إذن المسؤولية تضامنية تكاملية بيننا جميعا، لنحمي أنفسنا وبيوتاتنا وكذلك مجتمعاتنا، وننهض بالمجتمع
نحو هذه التحديات الاجتماعية السلبية الخطيرة. شكرا جزيلا لكم. شكرا سعادة البروف طه الزيدي على هذه المحاضرة الرائعة وهذه المداخلات الطيبة. وفي ختام أسبوعنا الثقافي الإعلامي نتقدم بجزيل الشكر أحبتنا إلى جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية بالتعاون مع منصة أريد العلمية. نقدم لهم كل الشكر على هذه المحاضرات وهذا الأسبوع الثقافي الرائع الذي نهلنا منه الشيء الطيب والجميل. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم معكم الآن بشرح فقرة الحصول على الشهادة، وقد تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات لمن أحب أن يدخل مباشرة إلى الرابط. وأيضا سنقوم معكم أحبتنا الكرام بشرح طريقة الحصول على الشهادة. اسمحوا لنا بالبداية أن نقوم معكم بمشاركة الشاشة. نعم أحبتنا الكرام، كما يظهر أمامكم عند البحث في منصة أو عن منصة أريد العلمية في محرك البحث جوجل، نقوم بكتابة منصة أريد العلمية فتظهر أمامكم بالصورة الواضحة. نقوم بالضغط على تسجيل الدخول لمن كان عضوا في المنصة فينتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية. أما لمن لم يكن من أعضاء منصة أريد فبإمكانه الضغط على حساب جديد. يعني يتطلب الأمر بضعة أشياء بسيطة، وهي الاسم باللغة العربية وكذلك بالإنجليزية، وبريد إلكتروني وكلمة مرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل. ننتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الرئيسية التي تظهر أمامكم لمنصة أريد العلمية. نقوم بالضغط على نظام عليم من الطرف الأيمن للشاشة. نعم أحبتنا الكرام، بالطرف الأيمن من الشاشة تجدون نظام عليم، فينتقل مباشرة إلى الأقسام التي تظهر أمامكم. هذه الأقسام الخاصة بنظام عليم، نختار منها المحاضرات القادمة. بعد الدخول إلى المحاضرات القادمة نجد جميع الفعاليات التي في ضمن هذا القسم، وتجدون أيضا المحاضرات التي نحن بصددها وقدمناها في اليوم الختامي. وبإمكانكم الضغط على الرابط أو على الصورة فينتقل مباشرة إلى المحاضرة. وأيضا أحبتنا الكرام، يمكنكم تحميل الشهادة لجميع الأسبوع، جميع فعاليات الأسبوع الثقافة الإعلامية بالضغط على البوست الخاص أو التصميم الخاص بهذه الفعالية. عند الضغط عليه ننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالأسبوع الثقافي. نقوم بإصدار الشهادة بعد الضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. نعم هذه الشهادة تغني عن المحاضرات التي قدمناها كلها في الأسبوع، وهذه طبعا الشهادة برسوم رمزية قدرها 20 دولار لجميع الفعاليات هذا الأسبوع. أما من أحب أن يختار فقط المحاضرات التي يريدها لهذا اليوم فبإمكانه الضغط على المحاضرتين، الجيل الرقمي بين المحتوى الهابط والمحتوى الجاد، أو التنمر والإعلام الرقمي قراءة تشريعية. فننتقل مباشرة بعدها إلى الصفحة الخاصة بكل محاضرة، ونقوم بالضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية بعد التسجيل بهما. نعم وأيضا هذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار للشهادة، وذلك لاستمرارية المنصة. وعند تحميلها طبعا من كان لديه العضوية الاحترافية بإمكانه تحميل جميع الشهادات لجميع الفعاليات بالمجان. نعم أحبتنا الكرام، عند تحميل الشهادة تظهر بالصورة الواضحة أمامكم. هذه بالنسبة لشهادة الأسبوع الثقافة الإعلامية، وأيضا هذه باللغة الإنجليزية،
وهذه الشهادات بالنسبة للغة العربية لكل محاضرة تجدونها أمامكم باللغة العربية واللغة الإنجليزية. بالنسبة للأعضاء الذين لا يمتلكون رصيدا في المنصة أو يسألون عن طريقة تعبئة الرصيد، بإمكانكم من الصفحة الشخصية لكل عضو أن يجد هنا علامة الزائد، فبالضغط عليها ينتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بتعبئة الرصيد. وهناك عدة طرق، منها عبر أعضاء منصة أريد أو البطاقة الائتمانية أو الباي بال أو شركاء الحوالات المالية وغيرها من الطرق لتعبئة الرصيد. وأيضا يوجد فيديو مرفق خاص ويشرح طريقة تعبئة الرصيد بطريقة مفصلة. هذا كل ما يختص بالشهادة أحبتنا الكرام، وأيضا ننوه إلى أنه سنقوم إن شاء الله غدا برفع التسجيل لهذه المحاضرات أو لهذا اليوم على موقعنا على اليوتيوب والصفحة الخاصة بمنصة أريد العلمية على اليوتيوب، وهي صفحة منصة أريد العلمية، وتجدون أيضا فيها التسجيلات لجميع المحاضرات التي قدمت. وهذه التسجيل للأسبوع الثقافة، أسبوع الثقافة الإعلامية الموسم الثاني. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام يومنا الأخير من أسبوع الثقافة الإعلامية. كل الشكر موصول لجميع الأساتذة الذين شاركونا في هذا الأسبوع الثقافي الإعلامي، وأيضا نشكر جمعية البصيرة وعلى رأسها الدكتور طه الزيدي، وكذلك الدكتورة سحر خليفة. وكل الشكر موصول إلى سعادة الدكتور سيف السويدي والدكتورة مريم وجميع الفريق العامل الذين قدموا لنا هذا الأسبوع الثقافي، بارك الله بهم وبجهودهم. ومع أحبتنا الكرام نصل إلى الختام، ولا يسعنا إلا أن نقول كفارة المجلس، وهي سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولنا إن شاء الله لقاءات تتجدد. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.